السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا يا باشمهندسين النهاردة في راوند رقم 3 في كورسات فيديك موديول 1. ابتدينا من فترة نتكلم على الفيديك والعقود بشكل عام، ثم ابتدينا نتكلم على الفيديك بشكل متخصص أو بشكل سيرتيفايد. الفرق ما بين الكورسات السيرتيفايد والكورسات العادية إن الفيديك مقسم الموديولز بتاعته أو المناهج بتاعته لمجموعه من الموديولز، مناهجها صادره منه والاوتلاينز صادره منه، وبيعتمد المحاضرين اللي بيبقوا سيرتيفايد انه يدي الكورس، وفي نفس الوقت بيعتمد الشهادات الخاصه بالمهندسين اللي حضروا الكورس ده. فالمحاضره النهارده تعتبر راوند 3 في فيديك موديول 1، عملناها مره في شهر فبراير 2020، وقعدناه بعد كده اظن في الصيف او في شهر 6، انا مش متذكر التاريخ، ثم النهارده اهو بعد سنه وشهر بنعيد راوند 3 بحمد الله لفيديك موديول 1. وكنا يوم الاثنين اللي فات بنختتم الموديولز الخاصه بالفيديك، اخرها الا وهو موديول 6. احنا ابتدينا من موديول 0 لحد موديول 6، ولله الحمد نعتبر الجهه الوحيده في العالم العربي اللي خلصت السبع دورات، يعني ويلحق بنا الاخرين، يعني واتمنى الخير يعم على الجميع من حيث الكواليتي اوف سيرفيس، او انك تبقى كواليفايد ان انت مؤهل علميا، وسيرتيفايد ان معاك شهاده من جهه معتمده بتعتمد الشهاده بتاعتك. وكان جا كذا سؤال من زمايلنا الحاصلين على شهادات من بي ام اي، هل شهادات الفيديك بتدي بي دي يوز؟ لان هو بيهمه في تجديد الشهاده. شهادات الفيديك عدد الساعات بتاعتها طبعا بتدي بي دي يوز، ولو خدنا بعمر مؤسسه الفيديك وعمر البي ام اي طبعا مؤسسه الفيديك أقل. حتى لا نستغرق في المقدمه، النهارده فيديك موديول 1 هو اول طريقك لاحتراف عقود الفيديك، او اول طريقك لفهم عقود الفيديك. بنبدا بالكتاب الاحمر فيديك 99، وبيبقى فيه اضافه كمان ان احنا بندي كومباريزون ما بين فيديك 99 وفيديك 2017. معروف ان معظم العقود في المنطقه العربيه بتبقى عقود ريميجرد، او العقود ان الديزاين من عند الامبلوير والتنفيذ من عند الكونتراكتور، وده اللي بيبقى العقد الاحمر اللي بينظم الحقوق والواجبات بين جميع الاطراف في المشروع. بنبدا النهارده بالعقد الاحمر وبنتكلم عنه، وبيبقى فيه مقدمه في الاول تعريفيه بعقود الفيديك عموما وبمنظمه الفيديك. بيدي معانا الكورس دكتور نبيل عباس ومهندس ماجد خلوصي، وهم اغنياء عن التعريف، وانا هسيب التعريف بتاعهم لمهندس ماجد، هو يعني هو ودكتور نبيل بينهما يعني زمالة. خلي التعريف عندك يا محمد. طيب حاضر، حالا يا هندسة، حالا. هنبدأ بتعريف استاذنا جميعا مهندس ماجد خلوصي، ثم نعرف دكتور نبيل عباس. انا بس استاذن حد من الادمنز، هدير او عبد الرحمن، او عبد الرحمن معانا اهو، يادمت الناس اللي بتدخل المحاضره عشان انا هركز في التعريف. مهندس ماجد خلوصي هو رئيس المركز العربي للتحكيم، حاصل على بكالوريوس في الهندسه المعماريه دفعه 66 من جامعه الاسكندريه، اشترك في التصميم والاشراف على تنفيذ عدد كبير من قواعد صواريخ الدفاع الجوي للاعداد لحرب 6 اكتوبر 73، ثم قائد المهندسين العسكريين لقاعده بورسعيد البحريه، وشغل العديد من المناصب، منها عضو مجلس الاداره المنتدب للمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسيه، وعضو مجلس الاداره المنتدب للمركز العربي للتحكيم، وشغل منصب نقيب مهندسي مصر السابق، وهو الرئيس الشرفي للاتحاد العربي للتحكيم، وهو رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، وهو أول رئيس للهيئة العربية للتحكيم الهندسي وأحد مؤسسيها، وعضو اللجنة العربية لصياغة عقود الفيديك. ويعني السطر ده بالذات مهندس ماجد هيستطرد فيه قليلا. وعضو مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية سابقا، وعضو لجنة القطاع الهندسي للمجلس الأعلى للجامعات. بشر التحكيم في أكثر من 300 من المنازعات الهندسية كمحكم أو محكم مرجح، وبشر التحكيم في أكثر من 30 مسابقة معمارية، وقام بإلقاء العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج مصر في الأماكن الآتية: بالوحدة التنفيذية لإدارة مشروعات التشييد بالبنك الدولي، وهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، وغرفة التحكيم باتحاد الهيئات الهندسية في الدول الإسلامية، وهو أستاذ مشارك بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وله أكثر من 120 كتاب في الهندسة المعمارية وفي مجالات التحكيم والعقود، منها
مجموعة الفيدك مترجمة بالكامل ومنها إصدارات 2017، مجموعة التحكيم ومجموعة المقاول الناجح ومجموعة الكتب المعمارية، هي مجموعة من الكتب متخصصة في مجال العقود والتحكيم. مهندس ماجد، له العديد من المحاضرات الحمد لله اللي نجحنا في اقتناصها منه خلال السنة اللي فاتت. يعني مهندس ماجد قام بإلقاء، يعني لو قلنا 5 أو 10 في 10، بأكثر من حوالي 150 ل 200 محاضرة خلال السنة اللي فاتت، مذاع منها على النت حوالي 60 أو 70 محاضرة بشكل مجاني نقدر نرجع إليها، وتعتبر كنز في مجال العقود والتحكيم. أحسب وأظن وأجزم أن لا مجال أو لا مثيل مثلها في المكتبة العربية في مجال العقود والتحكيم. كثير من المشاهير والعلماء يعني في مجال العقود والتحكيم، لكن ليس لهم محاضرات مسجلة ومذاعة مجاناً يقدر القاصي والداني المبتدئ والمحترف يحصل عليها، وموجودة كلها ومتجمعة الحمد لله على قناة علم ينتفع بيه على اليوتيوب وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بينا نقدر نرجع لها، وهي في مجال العقود والتحكيم والفيدك، ومنها ما هو في مجال الهندسة المعمارية أو هندسة التنفيذ، مش بس مكتوب، لا كمان الحمد لله مذاع فيديو. والمفاجأة إن شاء الله بعد رمضان هتبقى في سلسلة جديدة خالص، العقود سؤال وجواب، وأحسب إن دي حاجة أول مرة يتم تنفيذها في المكتبة العربية، بس مش هحرق الفكرة بتاعتها دلوقتي، احنا ابتدينا نسجل فيها، هي سلسلة جديدة من نوعها وجزء كبير منها مجاني متاح للجميع، نجاوب فيه كل الأسئلة اللي بتدور في ذهن الجميع أو المشاكل اللي بنقابلها في مشروعاتنا المختلفة. أبدأ بالتعريف، دكتور نبيل عباس. مدير عام مكتب عباس للإشارات الهندسية، وحصل على الدكتوراه في هندسة وإدارة التشييد جامعة ستريت سايكل بريطانيا. معلش أنا آسف، البي دي اف اللي قدامي صورة بايظة شوية، أفتح بي دي اف تاني أحدث. حاصل على زمالة معهد المحكمين البريطاني بلندن الـ FCIR، وأيضا مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيدك، وهو ثالث مدرب عربي يحصل على هذا الاعتماد، وهو عضو لجنة الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيدك لترجمة عقود الفيدك للغة العربية عام 2007-2010، وله 35 بحث علمي محكم ومنشور في مؤتمرات محلية ودولية ودوريات علمية بالعربي وبالإنجليزي، بعضها في المنازعات والمطالبات، وهو رئيس لجنة التحكيم بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، وهو أيضا محكم بقرار وزير العدل السعودي رقم 1390 في القائمة الأولى، وهو ممثل المملكة في اتحاد مجالس فض النزاعات الفرع الدولي عام 2010. له عديد من الكتب، منها كتاب المطالبات ومحكمة التحكيم بالاشتراك مع مهندس ماجد خلوصي طبعة 93 وطبعة 2000، وكتاب كتابة التقارير الهندسية طبعة 2007. له العديد من المقالات في المجلات الهندسية المحلية والعربية، مجموعة يفوق 35 مقال، ومنها ما هو في الكتابة الهندسية وتحرير صفحة الهندسة في مجال التجارة للغرفة التجارية الصناعية بجد. وأنا أحسب يا دكتور نبيل أن السي في ده يمكن أنا محتاجة أخذ تحديثه من حضرتك، لأن أنا متأكد أن هناك ما هو أحدث مما قلت، فأنا أعتذر لو الداتا اللي عندنا كانت غير كافية. المايك مع مهندس ماجد يبدأ معانا، تفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكمل المرسلين سيدنا محمد عليه أكمل الصلاة وأتم الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحقيقة أنا هقول لحضراتكم سريعا كده مقدمة تاريخية يمكن العديد ما يعرفوهاش، ليعرف المتلقي الآن من نحن. الفيدك، نحن الذين أدخلنا الفيدك وعقوده في الشرق الأوسط أو في الدول العربية. وأنا أذكر الحادثة اللي حصلت، وكان معي فيها الدكتور نبيل، إنه اتصل بنا الفيدك في عام 1992 وطلب منا إن إحنا
عايز يلتقي بجمعيات المهندسين في الوطن العربي. فقمنا بهذا الواجب وعملنا دعوة، حتى الاجتماع كان في فندق هيلتون القاهرة، لكل جمعيات المهندسين في الوطن العربي كله. يمكن اللي غاب عنا في هذا الوقت المغرب العربي، 4 دول من المغرب العربي، ولذلك يمكن ده السبب انهم تلاقيهم في هذا الوضع في موضوع عود الفدك، يعني لم يلحقوا بالركب كله، كانوا متأخرين شوية، مش عاصم كلمة متأخرين في وصول المعلومة إليه. وفي عام 2007 فضلنا بقى نشتغل معهم في مجموعة من المؤتمرات في الدول العربية كلها تقريبا. وفي 2007 كلفنا بصياغة هذه العقود باللغة العربية، والدكتور نبيل يذكر إن احنا كنا بنبحث عن كل لفظ خوفا من أن نخرج عن المعنى الذي يقصدوه. كان المشكلة إنه نحافظ على معاني الكلمات اللي طلبنا. وفقنا الله سبحانه وتعالى، أنا والدكتور نبيل، وكان الحقيقة معنا أخونا الكبير الدكتور جمال نصار الله يرحمه ويحسن إليه، والأخ العزيز الدكتور المهندس داود خلف من الأردن. دي المجموعة اللي بدأت هذه الترجمة، وربنا أكرمنا وترجمنا جميع عقود الفدك التي صدرت 1999 وما بعدها، اللي هي العقد الإنشاءات، عقد الأعمال الصناعية، عقد الإي بي سي، العقد المختصر، عقد الخدمات الاستشارية، العقد التوافقي للبنوك، الكتاب الذهبي اللي هو موديول 6 اللي بيدرس موديول 6. فكل هذه العقود ربنا أكرمنا وعدناها وكانت بين يدي القراء، ومن فضل الله أن هذه العقود الآن كلها تحت يدنا موجودة باللغة العربية، وبعضها باللغة العربية واللغة الإنجليزية لمن يرغب فيها. لذلك يعني إحنا بنعتبر أنه لما نتحدث نحن عن عقود الفدك فنحن نتحدث بحكم أننا لسنا ناقلين بل فاعلين. يعني هذه العقود عند صياغتها تمت بذلنا فيها مجهود ضخم جدا الحقيقة. نشكركم وأترك المحاضرة للدكتور نبيل ليتفضل مشكورا. أنا بخلص بسرعة عشان عارف إن وقته ضيق جدا، فبديله الفرصة إنه نستمتع بالكلام اللي هيقوله. طبعا كما ذكر إن الدكتور نبيل هو ثالث عضو في الوطن العربي محكم معتمد لدى الفدك، ولذلك احنا بنسعد لما نسمع محاضرته، وخاصة ان هذه المحاضرات هذه الدورة ستكون بشهادات صادرة من الفدك رأسا، هو اللي هيتصل بالعضو اللي اشترك ويرسل له شهادته من الفدك بإذن الله. تحياتي لحضراتكم، ونترك الدكتور نبيل في محاضرته بإذن الله. تفضل دكتور. اشكرك ماجد بي. السلام عليكم جميعا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا سعيد أني ألتقي بزملائي وأبنائي وبناتي وزميلاتي من الوطن العربي. أنا شايف الأسماء ما شاء الله من كل ركن من أركان الوطن العربي حاضرين، فأهلا بكم جميعا، وفرصة طيبة أن احنا يعني يكون عندنا وقت نتكلم في موضوعات مهمة مثل عقود فدك. خليني أنا أعطيكم نبذة تاريخية. في منتصف القرن 19 كان الناس، أنا أتكلم على أوروبا وبالذات بريطانيا، كان الناس ما زالوا كانوا بيكتبوا لكل مشروع يكتبوا عقد، كل مشروع يكتبوا له عقد، ياخدوا مدرسة يكتبوا لها عقد، ياخدوا مستشفى يكتبوا لها عقد، وحتى لو مدرسة تانية حيكتبوا لها عقد آخر. فبالتالي كانت كمية المنازعات كبيرة نتيجة أنه لا المقاول ولا المالك عارفين حقوقهم وواجباتهم، لأنه كل مشروع له عقد مختلف، مسؤوليات مختلفة، حقوق مختلفة، توزيع حجم المخاطر مختلف. فبدأوا يفكروا طيب ما نعمل إحنا نموذج ثابت، بدل ما كل مرة نكتب العقد خلينا نعمل نموذج مدروس وواضح
فكان أول من عمل هذا النموذج هو المعهد البريطاني الملكي للمعماريين Royal Institute of British Architects اختصاراً RIBA، وطلع نموذج في عام 1870 يمكن. واللي بعده ICE Institution of Civil Engineers برضو في بريطانيا وعمل نموذج، والثالث JCT Joint Committee Joint Contract حاجة زي Tribunal Joint Contract Tribunal JCT، وطلعت الكلام ده كله في نهايات القرن التاسع عشر. اكتشفوا انه استخدام النموذج الثابت يقلل النزاعات، يساعد في انهاء المشروع في وقته وضمن ميزانيته وبدون مشاكل تبقى في المحاكم بعد انتهاء المشروع. فاستفادوا جدا الناس من هذه الافكار. في عام 1913 في ثلاثة اتحادات للاستشاريين في أوروبا اجتمعت وعملوا طلبوا عمل اتحاد دولي للمهندسين الاستشاريين، مع أن هي بدأت بثلاثة فقط، اتحاد المستشارين في اتحاد الاستشاريين في فرنسا، اتحاد الاستشاريين في سويسرا، واتحاد الاستشاريين في بلجيكا. ولأن اللغة المشتركة بينهم هي اللغة الفرنسية فاستخدموا اللغة الفرنسية في تسمية الاتحاد، وسموه الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وسموه بالفرنسي Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil، وأخذوا أول حرف من كل كلمة فرنسية فطلعت كلمة فيديك اللي هي FIDIC هنشوفها. طيب على فكرة بعد ذلك اللغة الإنجليزية هي اللي طغت على فيديك، وبعدين صار كل نشاطاته باللغة الإنجليزية. لكنه في 1913 كان اللي كونوا الاتحاد الأول ثلاثة. طيب هذا الاتحاد بدأ يقبل عضويات، بدأ يقبل عضويات. في 1957 فأطلقوا أول نموذج عقد خارج من عندهم، لكن كان في عقود خارجة من بريطانيا زي ما ذكرت لكم، وهم أخذوا نسخة صدرت 1956 من معهد البريطاني للمهندسين اللي اسمه Institution of Civil Engineers للمهندسين المدنيين، وبنوا عليه وأصدروا نسختهم 1957. فإذن أول نسخة صدرت من عقود فيديك كانت ل 1957، وكان للأعمال المدنية، وكان يقوم على أن التصميم يأتي من المالك، وأن طريقة حساب المقاول هي إعادة القياس مع سعر الوحدة. وبعدين حطوا له غلاف لونه أحمر، مش ده هو ده، بس ده الجيل الرابع، حطوا له غلاف باللون الأحمر فاختصروه وسموه الكتاب الأحمر عشان يميزوه. بعدين بعد كده طلعوا كتاب آخر عن التجهيزات اللي هو اسمه Plant and Design Build، التصميم يقوم به المقاول هنا، وطريقة الحساب هي لمسم بالمقطوعية. وبدأ بعد كده يصدر عقود أخرى هنتكلم عنها بالتفصيل. ببساطة شديدة كده العالم مقسم إلى ثلاثة مناخات تشريعية أساسية: المناخ التشريعي اللاتيني اللي هو باللون الأزرق، المناخ التشريعي الأنجلو ساكسوني اللي هو يسموه الكومن لو اللي هو بريطاني موجود في المستعمرات السابقة البريطانية، والمناخ التشريعي الثالث هو الفقه الإسلامي الشريعة الإسلامية. الجماعة اللاتين عملوا أيام نابليون كتبوا كل ما يجول في خاطرهم من القوانين
واستخدموا ما صدر قبل نابليون ب2000 سنة أيام الإمبراطور جستنيان في روما، وأخذوا هذه القوانين وكتبوها كلها ووضعوها في مجلدات، وقالوا ليس هناك قانون خارج هذه المجلدات. هذه واحدة. الشيء الثاني، عندهم تعظيم كبير لدور الدولة إذا تعاقدت مع آخرين، فإنه الدولة لا يمكن أن تعطي غرامة، الدولة هي حامية المجتمع، الدولة هي خادمة القطاعات البشرية، ولذلك وضعوا الدولة في منسوب أعلى من منسوب أي واحد يتعاقد معها. فبالتالي الدولة تأخذ غرامة من المتعاقد لكن لا تدفع غرامة له، وأشياء تانية. وقالوا إنه كل شيء مكتوب هنا، والنية، نية المتعاقدين ما بينظروا لها كثيرا على أساس أنها مكتوبة في العقد. طب خلاص أنت لازم تكون كتبت كل شيء في العقد. فالفكرة دي خرجت من فرنسا إلى إفريقيا، مستعمراتها السابقة أو حتى غير مستعمراتها السابقة، والمستعمرات حتى اللي كانت لإيطاليا، المستعمرات اللي كانت لبلجيكا، كلها لأنها أصلاً نفس الفكر فانتشرت هنا. الأسبان والبرتغاليين نقلوا نفس الفكر إلى العالم الجديد. البريطانيين الأنجلو ساكسون عملوا فكر آخر اللي اسمه الكومن لو، اللي موجود في النظام اللاتيني اسمه السيفل لو. الكومن لو هو اللي صدر في بريطانيا، هو النظام اللي موجود، بيعتبر انه القانون ليس كله مكتوب ولكنها افكار عامه، والقانون يبنى بواسطه كل الاحكام التي يصدرها القضاء من قاضي، فتصبح كأنها قانون لمن يأتي بعده من القضاء، فيحكم بناء على الحكم الذي قام به القاضي قبل 70-80 سنة أو 100 سنة في الموضوع المشابه، فيحكم به الآن وهكذا. الجماعة دول ما القانون عندهم بسيط ومكتوب يعني قليل، ويهتموا مسألة النية في التعاقد. ماذا كانت نية المتعاقدين؟ تمام، هذه الأفكار انتشرت إلى المستعمرات البريطانية في إفريقيا، في شمال أمريكا، في جنوب شرق آسيا، وفي أستراليا ونيوزيلندا. المناخ الثالث هو مناخ الشريعة الإسلامية الذي يعتمد على القرآن والحديث، السنة يعني، والمذاهب الأربعة، ما عدا إيران بتستخدم مذهب الجعفري. فهذا يبنى عليه الفكر التشريعي، وأن النية مهمة جدا، وأشياء تانية كثيرة يدخل فيها الدين بنسبة عالية جدا. يعني الجماعة دول ليس بالضرورة أن يكون الدين له أثر في مناخهم وفي طريقة تفكيرهم، لا ولا الجماعة دول، لكن هنا الدين مهم جدا في كمصدر للتشريع. مسألة النية أيضا مهمة جدا هنا. طيب إيش أهمية اللي أنا بقوله ده؟ لما تشوف عقد صدر هنا في المناخ التشريعي اللاتيني، ثم تروح تأخذ منه فقرة وتريد أن تطبقها في المناخ التشريعي الأنجلوساكسوني، يفشل تماما. الآن زملائنا اللي في مصر بيسوقوا سيارة، وإحنا في السعودية وكل العالم العربي نقود السيارة على اليمين، بينما البريطانيين يقودوا السيارة على اليسار. فإذا أخذت سيارتك من هنا ورحت على بريطانيا وأصريت أنك أنت تقود السيارة على اليمين، هتفشل الرحلة تماما وحيحصل مشاكل هائلة جدا. وهكذا هي القوانين. فإني أكون أشوف أنا من قانون لاتيني، مناخ لاتيني تشريعي، وبعدين أروح أشوف عقد بريطاني وأشوف فيه بند وأخذه أركبه هنا، كأني أخذت قطعة من مثلا موتور سايكل، دراجة نارية، وحطها في سيارة أو العكس. ما هيمشي، ما هيمشي. لذلك من مزايا فيدك إنه أصدر عقد
يمكن استخدامه في المناخات التشريعية الثلاث مع تعديلات طفيفة أحياناً على حسب نظام كل بلد. يجوز استخدامه العقد فدي كان في ذهنهم أنه يكون عالمي، فلو كان صدر فقط من المناخ التشريعي الأنجلوساكسوني كان هيكون مرتبط بس بهذه الثقافات، لكن هم كانوا عايزين يغطوا العالم فأصدروا عقد يمكن استخدامه في المناخات التشريعية الثلاث. وفي محاذير بسيطة في موضوع الناحية الإسلامية، لو تعدلت هيكون مطابق 100% للشريعة الإسلامية. الجماعة دول جنوب إفريقيا أخذوا حاجة كده خليط بين القوانين اللاتينية والقوانين القبلية، فما لنا صلاح به، هي ليست من المناخات الدولية. فعلى أي حال ميزة فيدك الآن إنك تقدر تطبقه في كل المناخات، بس لازم تتأكد من قانون الدولة إنه ما يكون في تضارب بين العقد اللي موجود، الشروط اللي موجودة في فيدك والقانون المحلي سواء في إفريقيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا الشمالية والجنوبية وهكذا. طيب هذا هو عقد فيدك اللي احنا بنسميه، يعني عقد فيدك هو طبعا هو الكتاب الأحمر في عقد فيدك، وحنذكر الآن التفاصيل. لكن أنا اللي أريد أن أوضحه أنه استخدامك لعقد فيدك فقط لا يعطيك نتيجة ممتازة، خصوصا إذا كان التصميم سيء ورحت الأرخص مصمم وعمل لك تصميمات ناقصة أو خاطئة أو متضاربة، بعدين رحت تستخدم عقد فيدك والنتيجة هتطلع فاشلة كما هو هذا. الكميات مضروبة وغير صحيحة وغير مدروسة، تقارير التربة موجودة أو غير موجودة، كافية أو غير كافية، معبرة أو غير معبرة، كل دول لو لم يكونوا صحيحين واستخدمت أحسن عقد في العالم النتيجة هتكون هي سيئة، المخرجات هتكون مماثلة للمدخلات هذه. تقدير مدة المشروع، المصمم قال أو الخبراء قالوا 30 شهر والمالك في آخر لحظة قبل ما يوقع العقد مع المقاول قال له لا 20 شهر، لأنه رئيس الوزراء هيجي يفتتح المشروع وبدون تحضير كافي ودخلت عقد فيدك، برضو النتائج هتكون كارثية. طرق اختيار المقاول أو اختيار المهندس، إذا أبقيت على اختيار أقل الأسعار دون النظر للمعايير الأخرى فرح يفشل أيضا المشروع. فإذا أنت عندك عقد ممتاز جدا محتاج أيضا مدخلات ممتازة على هذا العقد. العقد ده لو استخدمته لا يقول لك انتبه روح جيب أحسن مصمم، أو انتبه وانت بتختار المقاول لا تختار مقاول سيء أو كذا، هو بيقولك على طول انت جاهز، فين المشرف أهو انت اخترته. العقد لا يقول لك كيف تختاره ومن فين تختاره وكم تدفعله أبدا. فإذا كل هذه الأشياء مطلوب إضافتها إدخالها على هذا العقد ليكون النتيجة مماثلة. وهذا المقدمة اللي أنا ذكرت لكم هي، وأنه أول واحد عمل في بريطانيا نماذج عقود كان الـ RIBA Royal Institute of British Architects، الـ Joint Contracts Tribunal والـ Institution of Civil Engineers. الجماعة دول في القرن التاسع عشر كان عندهم عقود. وطبعاً الآن عقد الـ RIBA ليس هو اللي صدر عام 1870، ده بيحدثوه كل 10 سنوات بلاس أور ماينس في المتوسط، ونفس الشيء هذا ونفس الشيء هذا. فالآن الجماعة دول بيتكلموا مثلاً عن النسخة العاشرة أو الطبعة الحادية عشر وهكذا وهكذا وهكذا، فإذا كل 10 سنوات بيجددوا. وكان عقد التشييد زمان كان مجرد وثيقة قانونية، لما يكون في مشكلة نفتح العقد، غير كده خلي العقد زي ما هو. أما الآن فأصبح وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين بالموقع، إذا حدث كده لازم تعمل كده، إذا أردت كذا فيجب أن تفعل كذا، توجه الأفعال بحيث أنها تسهل الوصول إلى النتيجة المرجوة. خفضت التكاليف
استخدام عقد نمطي، زادت الكفاءة، وباستخدام الوثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع. لم يصبح العقد زي زمان فلان تعاقد مع فلان عشان يعمل كذا كذا كذا، وكان الله يحب المحسنين. خففت من حدة المواجهات بين المالك والمقاول، ودي مسألة الدولة التي لا تنظر إليها هتخسر كثيرا جدا جدا جدا. المواجهات دي بين المالك والمقاول، لما يكون 50% من مشروعات الدولة كلها فيها مشاكل تذهب للمحاكم وتعطل العمل وكذا، أو تخرج المقاولين من المنافسة ويفلسوا ويخرجوا، هذا كله نظرة قاصرة جدا. المهم أنك أنت تنظر لصناعة التشييد وكل صناعة أخرى مرتبطة بها حتى تحسن أداء الجميع. العقد النمطي وجدوا أنه كفاءته عالية وبيحمي مصالح أحد أو كل الطرفين. طبعا لو كان اتحاد المقاولين العرب هو اللي أصدر العقد، هيكون بيحمي مصالح مين؟ بيحمي مصالح المقاولين. لو اتحاد الملاك الأوروبي هو اللي طلع عقد، هيكون بيحمي مصالح الملاك. ولذلك كمان هذا العقد أصدره إيش؟ الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، فعظم فيه دور المهندس الاستشاري عشان يكون هو قائد الأوركسترا التي تقوم بهذا هذه المهمة. البناء على الخبرات المكتسبة المتراكمة. تخيل أنت عقد الـ RIBA البريطاني له الآن 150 سنة، يا ده بنوا على خبرات مكتسبة كثيرة جدا، كل 10 سنوات يحدثوه وكذا وكذا، يعني لو بدأوا من الصفر الآن لن يكون عندهم هذه الخبرات المكتسبة والمتراكمة. تكون قاعدة مشتركة لتقييم العروض، يعني لو افترضنا أنه ما فيش عقد نمطي وكل وزارة من الوزارات لها عقدها المستقل، طيب كيف الدولة تعرف أنه وزارة الصحة أسعارها أعلى من وزارة التعليم أو العكس؟ لأنه ما في قاعدة مشتركة للتقييم. طيب، وكانوا دائماً يراجعوا الجماعة البريطانيين اللي الآن لهم 150 سنة بينتجوا النسخة الـ15 ولا الـ12 ولا الـ20، بيبذلوا جهد هائل جداً في اختيار الكلمات. وأنا أذكر زميلي ماجد بيخلوصي، لما أول ما بدأنا نترجم عقود فيدك كان من أحسن، من أول الأشياء اللي بدأنا احترنا فيها كلمة works. works نص العالم العربي أو بالذات زملائنا في مصر بيسموها أعمال، بينما هي في أغلب الدول الشام اسمها أشغال. فقلنا طيب ليه؟ طيب بعدين من المناقشات وجدنا أن وزارة الأشغال وليست وزارة الأعمال، public works، وأن الأعمال دي قد يكون معناها بيزنس وليس الأشغال. يعني قعدنا نختار، قعدنا 3-4 شهور نختار معاني الكلمات الرئيسية في العقود كلها، وده كان يعني الحمد لله أثمر بشكل جيد. الاستجابة للحاجات المتغيرة للأطراف أو المجتمع. من 150 سنة لم يكن هناك في شيء اسمه حماية البيئة ولا حماية مصالح العاملين ولا الشفافية ولا مكافحة الفساد ولا الإيدز ولا أي حاجة من دي. طيب، فإذا كل فترة هذه المراجعات للعقود التشييد تستجيب للحاجات المتغيرة للمجتمع وللأطراف. مين كان بيتكلم عن الفساد ومراقبة الأداء ومش عارف إيش من 150 سنة؟ ما كانش في أحد، لكن اليوم الناس بتتكلم عنها. موضوع مكافحة الفساد أصبح جزء مهم من عقود فيدك. الحفاظ على البيئة وسلامة العاملين لم يكن أساساً موضوع قائم من 150 سنة ولا حتى من 70 سنة لما، أو من 65 سنة لما فيدك طلع العقد الأول. عقد الحفاظ على البيئة بتفاصيل وسلامة العاملين بتفاصيل، هنتكلم كلها إن شاء الله خلال هذا الموديول
اللي احنا بنتكلم فيه، موديول 1 اللي هي الدوره التي تغطي مقدمه عقود فيديك والكتاب الاحمر. طيب السياره دي رغم ان انا مهندس معماري لكن انا صممتها، وانا كنت فاكر ان هي سياره جميله جدا. بعدين في ناس انتقدوني قالوا لي انت ايش ده، واخد جزء من سياره لكزس وشيء من الرولز رويس وشيء من المرسيدس القديم، وكل اطار جايبه من شركه مختلفه، مركب جزء من البيك اب اللي هو الوانيت عندنا احنا في السعوديه نسميه، وركبته هنا وهنا، وطلعت هذه السياره اللي انا كنت فاكرها جميله جدا، بس الناس انتقدوني قالوا لي دي سياره يعني مهلهله. ليش؟ لانه انا من كل ما اروح مكان ويعجبني حاجه اخدها واحط هنا واحط هنا، اصبحت مش متناغمه مع بعض. تخيلوا لو انا كمان شلت المحرك وركبت محرك الدراجه الناريه حقتي اللي انا بستعملها صار لي 20 سنه لاني حبيتها فاحطها في هذه السياره، هل اداء السياره ده راح يكون مرضي؟ ابدا. المشكلة إنه في العقود لو عملنا كده بتكون مصيبة أكبر بكثير جدا من فكرة هذه السيارة اللي من كل بحر قطرة. أنا إلى الآن أنا شايف إن أنا عملتها بشكل حلو يعني، بس من ناس كثير بيعترضوا منهم المهندس ماجد خلوصي علي على إنه السيارة دي أي كلام، بس أنا شايفها ما زلت شايفها حلو. وهكذا بيفعل الناس، بيعملوا عقد ويعتقد أنه بذل مجهود فيه، نفس المجهود اللي أنا بذلته في تكوين هذه السيارة، بذلت مجهود لكنه غير منسق غير منضبط وكذا وكذا وكذا. طيب أنا ذكرت لكم أنه في عام 1913 كان فيه ثلاثة دول أوروبية عملوا الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil، أخذوا الحرف الأول من هنا وهنا 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 وهنا، طلعوا بيها كلمة إيش؟ فيد، FIDIC، فده أصل فيد، تمام، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وعرفوا المهندس الاستشاري، وأصبحت منظمة فيدك اليوم تتكلم بلسان مليون مهندس استشاري وليس مهندس بشكل عام، يعني المهندس اللي في المصانع، المهندس اللي بيشتغل عند المقاول، اللي بيشتغلوا عند الملاك، دول لا يعتبروا من المهندسين الاستشاريين. طيب في ناس كتير جدا بيسألوني هو أنا ممكن أكون أخذ عضوية فيدك؟ لا يا سيدي، لأنه اللي بياخد عضوية فيدك هي الجمعيات اللي في كل بلد. الآن في 103-104 جمعية مشتركة في فيدك، وكل بلد يشترك فيها جمعياتها، يعني تعتبر أن صناعة التشييد مشتركة عن طريق هذه الجمعية. لكن أنا لو رحت أطلب أني أشترك في فيدك ما هيدوني عضوية. في عضويات شرفية لبعض الجهات المتخصصة، مقاول كبير جدا مثلا وبيدي فيدك كل سنة 30-40 ألف يورو، فبيعتبروه يعني من الداعمين الشرفيين فبيدوله ودول كلهم أظن عددهم 15-20 جهة فقط، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها أنا عضو فيدك، زي ما فيش حاجة اسمها أنا عضو الاتحاد الدولي للكرة القدم. هو أنا كيف أكون عضو؟ لا، لازم يكون اتحاد البلد اللي أنا فيها مشترك، وليس يعني ما حد يجي يقول لي والله هو ميسي عضو في جمعية الفيفا، لا هو ليس عضو ولا اللاعبين الآخرين. وهكذا بالنسبة لفيدك، أنت في بلدك إذا بلدك داخلة في هذا الاتحاد عن طريق جمعية المهندسين الاستشاريين في هذه البلد، فيعني بتتابع أنت تكون عضو، لكن ليس لك شهادة ولا حاجة بتقول أنك أنت عضو في فيدك. فإذا فيدك هو اتحاد للجمعيات المهندسين الاستشاريين وليس للمهندسين الاستشاريين. من أهم أنشطة فيدك بعد 44 سنة من نشأتها إنها تصدر عقود، وصدرت 1957 زي ما ذكرت لكم، بدأوا لم يبدأوا من الصفر ولكن أخذوا طبعة 1956 من الـ ICE اللي هو الـ Institution of Civil Engineers وبنوا عليها. أول طبعة سنة 57 كان شكلها كده، هذه هي
وكان غلاف احمر، فقال له طب خلاص نسميها الكتاب الاحمر بدل ما نسميها شروط عقد مقاولات اعمال الهندسه المدنيه. نفس النسخه دي عدلت 69 في الطبعه الثانيه، حسنت وكذا. سنه 77 صدرت الطبعه الثالثه، وسنه 87 طلعت الطبعه الرابعه. تمام، دول كلهم. فيدك في 99 أصدر عقد جديد مبني على دول، لكن ليس مبني تطويرا كده، ده كان ثورة على كل اللي فات. كبروا العقد وأعادوا تنظيمه من ناحية الترتيب، وأضافوا عليه أشياء وأفكار جديدة. وأنتوا شايفين أنه هنا أخذوا 12 سنة عشان يطلعوا هذا، وأصدروا مش الطبعة الخامسة، لا دي كانت الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هنا الكتاب الأحمر الجديد الطبعة الأولى، حاجة جديدة كده. وبعدين طوروه في 2017 وأصدروا الكتاب الأحمر الجديد الطبعة الثانية. فإذن إحنا هنا توقفنا عن النموذج القديم وبدأنا في عصر جديد. هل هذا يعني أنه اللي يستخدم دي يبطل يستخدمها؟ لا، مرسيدس لما تطلع النسخة 99 لا تقول للناس ارموا كل سياراتكم القديمة واشتروا دي فقط، ولا الآن اللي بيستخدم 99 لازم يتوقف عن استخدامها ويستخدم 2017. هي استرشادية وليست آمرة، ليست بالإجبار، ما فيش حاجة بتجبرك عليها، إلا إذا كان المالك اللي انت هتروح تشتغل معاه يا مقاول بيستخدم هذا العقد، أو كانت الدولة اعتمدت هذا العقد كعقد رسمي له، غير كده أنت لست مكلفا. طيب، عندنا الكتاب اللي اسمه عقد الإنشاءات، تمام، وحطوا له غلاف أحمر، وده العقد ريميجرد بسعر الوحدة إعادة القياس، والتصميم يقوم به المالك أو عن طريقه وليس المقاول. التمييز بين عقود فيدك المختلفة اللي هنتكلم عنها الآن مبني أساساً على مسؤوليات المقاول، ما هي مسؤوليات المقاول، ومبني ثانياً على شروط الدفع. فالمسؤوليات المقاول هنا إيش؟ البناء فقط. الكتاب ده طلع بغلاف أحمر، والبنك الدولي عجبوا الكتاب ده. سنة 2005 طلب من فيدك ان هم يعملوا له تعديلات عليه، ويصبح هو ومعاه 7 بنوك إقليمية في العالم هم اللي يملكوا هذا العقد وليس متاح للآخرين. وبما انه تعديل عن الكتاب الأحمر سموه الكتاب الوردي، The Pink Book او الزهري، وسموه MDB Multilateral Development Banks، ووضعوا له غلاف ذهبي. ده ما أحد بيستخدمه إلا البنك الدولي ومعاه 7 البنوك. طيب، إذن هنا عرفنا ما هي مسؤوليات المقاول، التنفيذ. طيب، لو كان أضفنا التصميم على المقاول لأصبحت المسؤوليات مختلفة هنا، وكمان بدل ما كنا بنحاسبه بطريقة سعر الوحدة وإعادة القياس، هنا بنحاسبه بطريقة المبلغ المقطوع لم سم. هو اسمه عقد الأعمال الكهربائية، وكان المقصود به المشروعات التي يغلب عليها الأعمال الكهربائية، مثل محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه وأشياء ذلك كده. لكن بالتجربة الناس ممكن يستخدموا ده في بناء فندق، لأنه عرفنا هنا مسؤوليات المقاول إيش؟ التصميم والبناء. هنا كان فقط التصميم، هنا بيحسبوه بطريقة إعادة القياس وسعر الوحدة، هنا المحاسبة بطريقة لامسام. طيب، أصدروا كمان نسخة بطلب من شركات البترول الضخمة في العالم، بيقول لهم إحنا شايفين إنه دول جيدين، بس هنا في حقوق كثيرة للمقاول إنه ياخد تمديدات هنا وهنا، وكمان ياخد تعويض مالي. فإحنا نحتاج عقد ما يكون فيه هذا التوازن، ولا التمديد الوقت في كل سبب وزيادة أتعاب. إحنا نريد عقد نضمن به أن ينتهي المشروع في الوقت بدرجة عالية، وضمن الميزانية بدرجة عالية.
فببساطة شديدة لو استخدمنا هذا العقد لنفس المشروع، نفس المشروع، لو أخذنا مثلا مشروع شيء بترولي بيعمل محطة بترولية أو شيء زي كده، إذا استخدمت هذا العقد المقاول حيتقدم ب500 مليون دولار. هنا مسؤوليات المقاول أصبحت أكبر والمخاطر عليه، فحيقدم هنا 600 مليون دولار بدل 500. أما ده فحيطلب 800 مليون دولار لنفس المشروع بنفس الكميات بنفس المواصفات، لكن هنا التعويضات هنا أقل كثيرا من هنا والتمديدات الوقت. فبالتالي المقاول عارف أنا أخذت 300 مليون دولار زيادة عن لو استخدمت هذا العقد لنفس المشروع، فده يضمن أنه ما فيش تعويضات لازم تنتهي في الوقت. وشركات البترول بعد ما جربته وجدته جيد ومناسب لها، مستعدة تدفع زيادة مقابل أنها تنتهي في الوقت وضمن الميزانية، لأنه دي مسائل مهمة جدا لهذه المشروعات. لكن مش كل واحد يروح يشتغل الاي بي سي إذا كان هذا مرغوب ومطلوب، وإنت عارف يا مالك أنه ده راح يكلفك أكثر من النسخ الأخرى. كمان كثير من الناس قالوا إيش يا جماعة، أنا بأبني بيتي ولا بأبني دكانين ثلاثة أربعة، لما أستخدم ده لما ترجمناه بوصل حوالي 100 صفحة. طيب واحد عايز يبني بيت بسيط، ففيدك قالت طيب أنا هطلع نموذج بسيط من هذا وحشيل منه المهندس، ليس هناك مهندس مشرف هنا، وحخليه صغير وينصح بأنه أي مشروع أقل من 6 أشهر أو نصف مليون دولار قيمته فأقل تستخدم هذا العقد وليس فيه مهندس. طيب وكمان لأنه فيدك جهة متخصصة في العقود، كمان عملت عقد خاص بأعمال الحفر والردم، وليس معناها لما يكون بستخدم العقد ده أقوم لأعمال الحفر في هذا المشروع أقوم أستخدم هذا العقد، لا طبعا أنا أستخدم العقد ده لكل الأعمال. لما يكون غالب الأعمال حفر وردم مثل بشتغل في ميناء بحري في مطار في قاعدة عسكرية، في أعمال الحفر والردم تكون كبيرة جدا، هذا لا يعني أنه ليس فيها أعمال مدنية بسيطة، شوية جدران ساندة هنا وشوية قواعد هنا وحاجات زي كده. فإذا غلب على المشروع أنه هو لأعمال الحفر والردم فطلعوا له نسخة في 2001 وحدثوها أعتقد في 2015 تمام. فبالتالي نقطة مهمة هنا، هنا في مهندس، هنا في مهندس، هنا ليس بالضرورة في مهندس، وهنا ما فيش مهندس. فلا يجي أحد أبدا يحاول يعدل على العقد ده ويقول أنا أريد هذا العقد بدون مهندس. السيارة المرسيدس اللي أنت هتشتريها دي الممتازة جدا بتمشي على 4 إطارات، أنت قررت أنك تمشيها على 2، والله أنا أريد كده يا سيدي، هي غير مصممة لذلك، ولو أنت عملت كده مرسيدس هتقول لك لا تسمي هذه السيارة مرسيدس لأنه صارت أعجوبة أو يعني صارت أضحوك. فإذا تريد أن تشيل المهندس من هنا لا تسميه عقد فيدك، لأنه ده حيكون مصيبة هائلة جدا. طيب في ناس بيعملوا أشياء تانية، بيقول لك العقد ده الأحمر عجبني جدا بس أنا أريد أن يكون الحساب لمسم، فيعدل هذا إلى أنه لمسم. هذا بالضبط كأنك أنت اشتريت شاحنة تنقل المياه أو البترول وتريد أن تحولها إلى أتوبيس أطفال ينقل الأطفال للمدارس، طب ليش ما رحت اشتريت الأتوبيس مباشرة؟ ليش تروح تشتري ناقلة بترول وبعدين تحولها؟ هو ده اللي بيصير عند الناس كثير، أنا عجبني ده بس أنا أبغى لامسم، أنا عجبني ده بس أبغى فيه أضيف المهندس، أنا عجبني ده بس أبغى ألغي دور المهندس. هذا لا يصلح، لا يصلح. بنفس الطريقة اللي أنا قلت لك إيه، أنت تريد أن تمشي السيارة على إطارين بدل 4 أو 3 بدل 4، هي غير مصممة لذلك، غير مصممة لذلك. فلا يلعب الناس في عقود فيدك كثيرة. تريد حاجة زي كده لا تستخدم عقد فيدك، روح شوف عقد آخر من غير فيدك
على فكرة أنا كنت بعمل بحث عن العقود ووجدت في بريطانيا 13 جهة زي فيدك تصدر عقود 13، وكل واحد منهم أصدر بين 14 وبين 9 عقود و14، يعني في المتوسط 10-12 في ال 13 دول، وقد يصل 150 إلى 200 عقد غير فيدك. هتلاقي فيهم أفكار تانية. فيدك كمان كل ما يتطور فكر الناس، مثلا عملت عقد خاص بالأنفاق، لما يكون أغلب الأعمال فيها أنفاق عملوا له عقد آخر اسمه العقد اللازوردي، اسمه إيه؟ إمرالد، الزمردي يعني إمرالد. فبالتالي الناس بتميز بالألوان، العقد ده الفضي، الأخضر، الأصفر، الأحمر، الأزرق، وفي غيرها الذهبي، وفي غيرها الزمردي الإمرالد، وفي الذهبي دي بي أو، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه صورة عامة عن كتب فيدك. فيدك الآن ربما يكون وصل عقودها إلى 12-13 واحد. ده عقد بين المالك والمصمم، ويستخدم أيضا بين المالك والمشرف، طبعا بإضافة التفاصيل الخاصة بإذا كان ده تصميم ولا إشراف. فإذا عندنا النوعيات كثيرة. في عندنا عقد فيدك سب كونتراكت، يعني المقاول الرئيسي اللي بيتعاقد على هذا، لما يروح يجيب 3-4 مقاولين باطن يستخدم في علاقته بهم عقود مبنية على هذا العقد، اسمها عقد السب كونتراكت، عقد المقاولة الباطن للي بيستخدم هذا. الآن كمان عملوا للأعمال الاستشارية، لما تجيب أنت استشاري من الباطن، يعني ده استشاري كامل، جاب واحد متخصص في الحفر بس استشاري عشان يساعده، فبرضو عملوا عقد لهذه العلاقة. دي نسخة قديمة من الكتاب الأصفر، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام؟ إحنا كل اللي حنتكلم عنه بالعمق هو ده في هذه الدورة. ده له دورة أخرى، ده له دورة أخرى، ده له دورة أخرى بس بسيطة جدا، وباقي العقود أيضا لها دورات مستقلة. يعني إحنا عندنا عندنا 7 موديولز، 7 موديولز إلى الآن في فيدك. و اللطيف إنه مجموعة المهندس ماجد خلوصي والمهندس محمد حسين فرونتيرز أول ناس في الشرق الأوسط يعملوا تغطية للسبعة موديولز كلها، ودي أول مرة في الشرق الأوسط على علمي والله أعلم. على أي حال، هذا هو الكتاب اللي إحنا نسميه فيدك، إذا قصدنا فيدك. في ناس كثير بيعتقدوا أنه فيدك ده قانون، أبدا، ولا هو قانون ولا حاجة، أنه ملزم، ولا ملزم ولا حاجة. ملزم لمن ألزم نفسه به، اللي وقع على عقد فيدك هو اللي ملزم به، لكن أنا ماشي في الشارع ما لي أنا علاقة بعقد فيدك، ولا أنا بشتغل في صناعة التشييد وتقول لي لا لازم تنفذ الموجود في فيدك، هذا غير صحيح. في ناس كثير يعتقدوا أنه والله لما يحصل مشكلة عندي في مشروع بيستخدم عقد فيدك أتصل بفيدك وأسألهم ممكن أعمل إيه، هم ليسوا بهذه الطريقة أبدا. كل هي منظمة ومصدرة للعقود، لكنها ليست قانونا ولا مواصفاتا ولا أي حاجة زي. أهداف الاتحاد الدولي اللي هو فيدك تتمثل في تمثيل صناعة الهندسة الاستشارية عالميا، تحسين صورة المهندسين الاستشاريين اللي هي للأسف في منطقتنا صورة سيئة. أنا بشتغل استشاري، صورة المهندسين الاستشاريين بشكل عام عندنا إحنا الأفكار القديمة لصناعة التشييد، المالك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، استغفر الله، يعني هو بيعتقد ذلك، المالك اللي زي فرعون أنا ربكم الأعلى ولا أريكم إلا ما أرى. هذه الأفكار ما هي موجودة الآن، وفيدك لا يمكن أن تنطبق عليه. فإذا أنت بالعقلية القديمة دي أنا أفعل ما أريد وقتما أريد، والمقاول ده حرامي جاي ياخد مني فلوسي، ما حتمشي المسائل بهذه الطريقة.
زيادة نمو صناعة الهندسة الاستشارية لتكون عالمية وفعالة، زيادة الجودة وزيادة الالتزام بالتنمية المستمرة. خلينا أعطيكم فكرة عن صناعة التشييد اللي موجودة عندنا في الخليج، وحتكون قريبة جدا من كل النماذج اللي أنتم عندكم، سواء كنت في مصر ولا في ليبيا ولا في السودان ولا في الشام ولا في أي مكان آخر. القطاع الحكومي عندنا عنده عقد اسمه عقد الأشغال العامة، عقد المقاولة. شكوى كثير من المقاولين في مشروعات الدولة من هذا العقد. هذا العقد مبني على الأفكار القديمة، المقاول حرامي، المالك مظلوم، الاستشاري نصاب وبيتفق مع المقاول على المالك. ولذلك منطلق هذه العقود القديمة إن كيف أحمي نفسي أنا المالك من هذا اللص اللي هو المقاول، واللص المساعد اللي هو الاستشاري. كل الأفكار كانت بتقوم على هذا. الآن تغير الوضع تماما. إذا أنت ما زلت بهذه العقلية لن تستفيد من تطور صناعة التشييد في العالم. الآن بعد شوية راح تتعدى العقود التشييد لتشمل العمال الآليين. أنت الآن بتحافظ على حقوق العمال. طب الآلة اللي بتشتغل عندك عامل بتشتغل 24 ساعة؟ جايز أيوة جايز لا. بتشغلها في التلج والمطر؟ يجوز أو لا يجوز؟ مش عارف. وهكذا. وإحنا لسه بأفكار العصر القديم إنه المقاول حرام. العقد هذا اللي إحنا عندنا في السعودية يأخذ جانب الدولة على حساب المقاولين، وتوسيع حقوق وسلطات الدولة وتقليص حقوق وسلطات المقاولين. ده الفكر اللاتيني اللي جامع الفكر اللي طلع في فرنسا، القانون المدني اللي بيقوم على هذا، إنه الدولة دي حاجة عالية وأنتوا كلكم تحت. العقد مبني على الفكر التشريعي الفرنسي الذي يعظم دور الدولة ويضعها في درجة أعلى من المتعاقدين معها، على أساس أنها تدير المصالح العامة، وبالتالي فلا مجال لتتساوى الحقوق مع وجود المصالح والمرافق العامة. العقلية دي تأتي عند كل من درس على هذا النظام، اللي درسوا في مصر واللي درسوا في بلاد الشام الكبير، ما عدا ربما قليلا، ربما قليلا في العراق والأردن والسودان. هم دول الوحيدين اللي أخذوا من الفكر الثاني اللي هو الكومن لو الأنجلو ساكسوني. أما باقي الدول فكلها مشبعة بهذه الأفكار، إنه الدولة دي حاجة كبيرة والمقاولين دول يعني جايين يساعدوا الدولة، فليس لهم حقوق كثيرة. الدولة تتأخر في الدفع ماشي، تتأخر في إعطاء المعلومات ماشي، بس مش هتدفع غرامة ولا هتدفع ولا هتعمل تمديد وقت ولا أي حاجة، والمقاول أساسا حرامي. يلا طيب، المخاطر في العقد اللي احنا بنستخدمه هو تعدل السنة الماضية الحمد لله، لكن برضو يعني ما تم التعديل كبير. جابوا السيارة المرسيدس الممتازة وشالوا المحرك رموه، وجابوا محرك تاني بتاع سيارة أخرى مصنعة في الصين مثلا. يعني تعديل ليس يعني تعديل شكلي أكتر منه إن هو حقيقي وموضوعي. أصبحت المخاطر في عقود الأشغال العامة غير متوازنة. حجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين بشكل عام تخرج من كون المقاولة أنها مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة، وأحياناً مغامرة أو مقامرة. ما يصح يعني أنك أنت تدخل عقد والمجهول فيه أكثر من المعلوم. أعطيكم أمثلة زمان كانت تطبق في السعودية وتغيرت الحمد لله. يقول لك إيش؟ حط سعرك للحفر في أي أرض، رملية، طينية، حجرية، صخرية، حط سعر. طب هذا المجهول هنا كبير. طيب مكتوب كان زمان إنه الدولة ستدفع للمقاول خلال 45 يوم ماشي، دون أن تذكر إنها ممكن تتأخر، دون أن تذكر ذلك أبدا.
ودون أن تذكر ماذا هناك تعويض لو تأخر المقاول، لو تأخر الدفع. هل المقاول له حق مثلا يوقف العمل، يعلق العمل؟ هل له حق إنهاء العقد ويمشي نتيجة تخلف الدولة؟ ده كل الأفكار دي كانت غير موجودة وغير معلومة. أصبحت الدخول في عقد الأشغال مغامرة أو مقامرة، الآن تحسن قليلا. طيب نتيجة المخاطر الكبيرة دي أي مقاول بيعمل إيه؟ يحط سعره ويرفع سعره، سواء تحققت هذه المخاطر أو لم تتحقق هو بياخد هذه الفلوس، والخزانة العامة هي المسكينة، هي اللي بتدفع في كل الحالات. حصل فيضان، هي دفعت الزيادة اللي في سعر المقاول، لم يحصل الفيضان برضو هي دفع. فالمقاولين بيحطوا إيش؟ 30% زيادة مقابل هذه الأشياء. وهذه الفكرة القديمة أصبحت معششة في فكر كل من يعمل في صناعة التشييد من زمان، كل حاجة حطتها في سعره، لا المقاول حطت في سعره كل حاجة. دي مختلفة تماماً عن عقد فيدك اللي رح نتكلم عنه. المحاكم أصبحت ممتلئة بالقضايا المرفوعة، ليش؟ لأنه ما فيش آليات سهلة لإنهاء النزاعات، تروح المحكمة بس، ما فيش عندك حل تاني إلا أنك أنت تروح المحكمة، والمحكمة تأخذ وقتها، وقد تأخذ 4 سنين 5 سنين حتى تصدر حكمها، وأنت ربنا معاك يا مقاول، يلا شد حيلك. فيدك لما وضعوا عقدهم وضعوا افتراضات معينة، منظومة لا يجب خرق طرف منها. هقول لكم بعض الافتراضات. مثلا عشان المقاول يقدر يتعامل معك، انت بتفترض انه بيعرف يقرأ ويكتب، مش كده؟ طب لو اكتشفت انه المقاول لا يقرأ ولا يكتب، عقد فيدك ينهار، لانه انت بنيته اساسا على انه هذا الافتراض انه موجود وهو غير موجود. يفترض عقد فيدك انك انت هتجيب مهندس مؤهل، لو رحت جبت واحد كان عامل واصبح رئيس فريق الحدادين والنجارين، طب هل هذا الافتراض راح يبقى؟ ابدا، راح ينهار عقد فيدك. فاذا عندنا منظومه لا يجب خرق طرف منها. بالنسبه للاستشاري بيفترض عقد فيدك انه مؤهل من ابسط الاشياء، مش هتروح تجيب لي واحد متخرج امس وما عنده خبره، او دارس سنتين ونص وبيقول لك انا مهندس، لا، لازم يكون مؤهل وانه امين. عقد فيدك قائم على هذا المبدا انه الاستشاري امين. اما اذا انت يا مالك افترضت ان الاستشاري حرامي، راح تنهدم كل منظومه فيدك. وان الاستشاري محايد في حدود حنتكلم عنها ان شاء الله لما يجي وقتها، وان الاستشاري سيحصل على اتعاب مجزيه مكافئه لمسؤولياته. في العقود السابقه الاستشاري كان يكفيه مثلا يعني 10 وحدات في الشهر يغطي بها عمله. الان العقد اصبح دور الاستشاري كبير جدا، لدرجه انه لا 30 وحده ولا 50 وحده، يا دوبك تغطي اتعاب. فانت لو جبته واديته الاتعاب القديمه وقلت له تعال اشتغل على العقد التفصيلي ده، سيفشل العقد، لانك انت بتفترض انه عقد فيدك بيفترض انك انت راح تعطي للاستشاري اتعاب مكافئه لمسؤولياته. طيب، وان المالك ايضا يستأمن الاستشاري، وهي مساله يعني غير مضمونه، وان المالك سيقوم بواجباته حسب العقد في اوقاتها. اذا كان الملاك ما زالوا يقول لك انا والله ادفع وقت ما ادفع، واعطي المعلومات وقت ما اعطي المعلومات، ما احد يجي جنبي ومش عارف ايش، عقد فيدك لن يخدمك، بالعكس لا، سيفشل المشروع بهذه الاسباب. ايضا الافتراضات بالنسبه للاطراف انه يقدم حسن النيه من الطرفين، وعدم افتراض ان المقاول انتهازي، وايضا الربح من حقه مقابل عمله، ما في اي مانع طالما انه بيلتزم بالأمانة وبالعقد وبالمواصفات وبالحرفة وكذا وكذا وكذا، يربح زي ما يربح يا سيدي، الله يغنينا ويغني، ليش لا.
يعطي ثقة للأطراف، عقد فدي في الواجبات والمسؤوليات، وعدم افتراض الخيانة وقلة الأمانة في أي طرف. دي نقطة مهمة جدا، لكن لو كان مدخلك هذا هو هتعمل العقود التعبانة اللي إحنا عانينا منها في 50-60 سنة الماضية. مستوى إداري عالي من المال ده المطلوب، مستوى إداري عالي من المالك والاستشاري والمقاول. لو كان رحت جبت مقاول كل قدرة إن هو يصب خرسانة، هذا أنت كده بتهدم العقد ده تماما. أنت مطلوب منك يكون في مستوى إداري عالي من الثلاثة أطراف، المالك والاستشاري والمقاول. ليه؟ لأنه فيها كثيرا من الكتابات والرد والالتزام بمواعيد في الرد وكذا وكذا. فلو كان المالك ممتاز والاستشاري ممتاز والمقاول تعبان راح ينهدم، وأي واحد تاني لو المالك تعبان والاثنين هدول أقوياء راح يكون مشكلة. كل طرف سيتحمل تبعات أفعاله، هذه اللي غير موجودة في العقود المبنية على الفكر اللاتيني، إنه الدولة تعمل أي حاجة ولن تتحمل تبعات أفعالها. أنت تتحمله يا مقاول، أنت حطه في سعرك، حطه في سعرك كل حاجة. طيب هو حقيقة لو حط في سعره كل المخاطر راح يضرب سعره في ثلاثة. فأنت يا مالك لازم تعرف أنك أنت راح تتحمل تبعات أفعاله، والماء والمقاول أيضا يتحمل تبعات أفعاله. طيب من مزايا عقد فيدك أيضا في توزيع عادل للمخاطر والمسؤوليات بين أطراف العقد، شيء مهم. وفي أسلوب مميز لحل النزاعات من أول ظهور لها وعلى مستويين، حنتكلم عنه بالتفصيل لأنه أسلوب جيد. من مبادئ عقد فيدك أنه لا يمكن أن يكون المقاول ملزم أو يسعر بنود عقد إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء. فبالتالي لما تقول له حط لي سعر ينفع في كل أنواع التربة، هنا لا، الظروف غير معروفة. حقوق المقاول واضحة، ما يحتاج إن إحنا دائما نلجأ للقضاء، كل ما في مشكلة نروح للقضاء. عقد فيدك قال الفكرة دي لا ما تمشي، أنا داخل العقد سأحاول أحل كل المشاكل، وكل حقوق المالك والمقاول محفوظة وتنتهي في 5 دقائق فقط، لأنه عندنا شيء اسمه مجلس فض المنازعات ينظر في المطالبات أولا بأول. العقود فيدك بتحاول تضمن أنه المقاول أحاط بشروط الدفع، يعني إيش؟ خاصة الوقت الذي يمكن أن يتوقعوه لحصولهم على مستحقاتهم. رح كام؟ أنا هدفع لك خلال 60 يوم. طيب عرفت كده، طب لو ما دفعت هيحصل إيه؟ هل في تعويضات عن التأخير؟ كثير من العقود في الدول لا تتحدث عن هذا. طيب أيضا مسؤوليات أطراف العقد واضحة ومحددة بدقة ومتوازنة، دي 3 كلمات سحرية في أي عقد. واضحة، مسؤوليات واضحة، يعني لا يمكن أن تفسر بتفسيرين منطقيين أبدا. محددة يعني معروف من سيفعل ماذا. ومتوازنة يعني فكر التوازن ده له محاضرة خاصة عندي أنا، بس مش هتكلم فيها الآن. التوازن ليش إحنا بنخليه متوازن، وليش ليش إيش أسباب التوازن وإيش مزاياه وإيش عيوبه وهكذا وهكذا. فهذه 3 كلمات السحرية وصفا لأي عقد: واضح، محدد، ومتوازن. الشيء الآخر إنه عقد فيدك أيضا منتشر على نطاق واسع عالميا، يعني حتجد في اندونيسيا بيستخدموا عقد فيدك، في البرازيل بيستخدموا عقد فيدك، في موزمبيق بيستخدموا عقد فيدك، لانه منتشر، الناس فهموا وهكذا وهكذا وهكذا. واصبح سهل، لو جبت مقاول كوري يشتغل في نيجيريا باستخدام عقد فيدك هو حافظ عقد فيدك، ما يحتاج. طيب من المزايا اخرى انه عقد فيدك مر بمراجعات متعدده من 1957 إلى 2017، تطوير وتحديث وتصحيح وتفصيل وكذا وكذا. العقد منتشر في مصر والخليج والأردن. الأردن هي الدولة الوحيدة في علمي الدول العربية اعتمدت عقد فيدك كما هو بدون تعديل، ودي نقطة مهمة للقطاعين العام والخاص. يعني في الأردن
أي مشروع قطاع عام لازم يوقع على عقد خدمة، وكمان الخاص. يعني أنت تبني بيتك ولا عمارتك ولا سوق ولا كده، حتى في القطاع الخاص لا تستطيع أن توقع إلا عقد خدمة. هذا إنجاز هائل جدا. أبو ظبي فقط، إمارة أبو ظبي اعتبرت عقد خدمة هو عقدها، عمان أخذته وعملته عقد عماني، البحرين أخذت منه وعملت عليه، وهكذا. أما الباقي فهو ليس ملزم لأحد. يعني الأردن ألزمت نفسها بها خلاص، هذا لا يلزم باقي الدول العربية إلا إذا الدولة دي قالت أنا رح أعتبر عقد فديك هو عقد الرسمي. أو في القطاع الخاص مالك ومقاول اتفقوا إن هم يعملوا يتعاقدوا على عقد فديك أيا كان اسمه، شيل الغلاف اللي من برا وارميه، اسمه عقد تشييد، انت وقعت عليه انت ملزم بما فيه. هو مطابق لعقد فيدك ولا مغير محدث اي حاجة، انت مسؤول عن ما توقع عنه. وسيبك من انه والله ده فيدك ولا مش فيدك، ده ما يهم. خلاص، ما هي الاثار المتوقعة من تطبيق عقد فيدك؟ الشركات اللي بتيجي من الخارج الى الدول الخليج سيكون عندها ثقة إنها تعرف العقد ده، لأن إذا راحت تشتغل مع السعودية ولا عمان ولا قطر ما يعرفوا العقود اللي هناك. فبالتالي هذه الشركات لما تيجي تقول لها تعال من كوريا ولا أنت تعال من أيرلندا عندنا عقد فيدك، خلاص يقول لك أنا حافظه وعارفه، فبيزيد الإقبال على المشروعات التي تطرحها الدولة بواسطة المقاولين اللي جايين من الخارج. نسبة المشاكل وضحت أنها نزلت بشكل كبير، وهذا من الآثار المتوقعة من تطبيق عقد فيدك. طيب، فإذا انخفضت نسبة المنازعات هتنخفض كمان الأسعار وتنخفض التكاليف على الدولة. بدل ما كل سنة نرسل لها 5000 قضية عن عقود تشييد، خليها 2000، هيكون ده نجاح للدولة. أيضا لما يكون المقاول يعرف أنه في توازن في المخاطر في العقد، فبالتالي ده بيأثر على أسعاره بتنزل، لأن أنت بتقول له لو حصل فيضان هعوضه، لكن في الطريقة القديمة حط كل الأشياء في سعرك، لو قامت حريق، لو قامت ثورة، لو جاء فيضان، لو درجة الحرارة نزلت عن صفر، كلها أنت حطتها في اعتبارك. طبعا ده يعني منطقا ومنطق من الأعمال بزنس وايز هذا غير مقبول، أنك أنت تقول للواحد حط كل الآثار المحتملة في سعرك وغطي نفسك بها. حقيقة لو حسبتها حقيقة بشكل علمي رح تطلع الأسعار بشكل كبير جدا، لكن عقد فيدك قال حاجة عكس ذلك، قال ببساطة يا مقاول لا تضع أي شيء في حسبانك في المستقبل، وأنا سأعوضك عن كل زيادة في التكاليف وكل زيادة في تغيير في التشريعات وكل ما يؤثر عليك من جمارك وقوانين جديدة وتغير في شرح القوانين، وإذا العمالة أصبحت سعرها زاد لأسباب وكذا وكذا، أنا حأعطيك وقتها، لكن لا تضع هذا أبدا في سعر. بعكس تماما الفكرة القديمة اللي هو حط كل شيء في سعر. استخدام عقد مطور زي فيدك أكثر اقتصاداً بدل ما نكتب كل مرة عقد، تكتشف أن المقاولين اللي دخلوا يكون جديتهم أعلى عند تقديم العطاء. الاعتياد على عقد معروف عالمياً يسهل التسعير، وده نقطة مهمة. التحديد المتوازن للمخاطر بين طرفي التعاقد ده ميزة، لكن لازم تكون جزء من منظومة وليس هي المنظومة الوحيدة. وتجنب المنازعات فرصة أكبر لتجنب النزاعات، لأنه في عقد فيدك في وسائل لحل النزاعات 3 هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله لما نيجي وقتها. تنهي احتمالات أن أنت تذهب للمحاكم تقريبا،
طيب ماذا يجب على كل استشاري أو مالك أو مقاول أن ينتبه له في لما يجي يشتغل على عقد فينك؟ أنا كاستشاري ما هو المطلوب مني؟ أني أدرس هذا العقد وأخلي كل الستاف اللي يشتغل عندي يدرس هذا العقد. ويجب يا استشاري أنك تغير من وجهة نظرك أنك أنت موظف عند المالك إلى أنك أنت شخص محايد بقدر الإمكان. حنتكلم عن هذا الحياد في وقته. ويجب عليك يا استشاري أن ترفع من متوسط أتعابك بما يتناسب مع مسؤولياتك في العقد الجديد. أنت كنت سابقاً تقود طيارة صغيرة فيها راكب واحد، الآن أنت بتقود طائرة بوينغ فيها 350 شخص. هل راتب دي هي راتب دي؟ لا. فبالتالي أتعابك لازم تتغير يا استشاري. ويجب يا استشاري أن تنتبه تماماً للمدد والأوقات، لأنه فيها تبعات مهمة جداً ومؤثرة على المالك والمقاول. إذا لم تقم بكذا في التاريخ الفلاني يسقط حق المالك، وممكن يسقط حق المقاول، ممكن تبهدل الطرفين أنت يا استشاري إذا لم تكن على المستوى. يجب عليك يا استشاري أن ترفع مستوى العاملين لديك في استخدام عقود فيديك. طيب أنت يا مالك مسؤول أنك أنت تحسن اختيار الاستشاري. اللي مهتم بذلك يدخل على موقع fedic.org ويبحث عن حسن الاختيار. ده هم عندهم اهتمام به، وعندهم لجنة خاصة اسمها quality based selection، الاختيار المبني على الجودة، تمام، سواء في الاستشاري او في المقاول. يا مالك عدل من وسائل اختيارك للاستشاريين من اقل الاسعار الى الأنسب المؤهل زي الكواليتي بيست سيلكشن حق فيديك. عليك يا مالك أن تدرب المهندسين العاملين عندك أنت. تخيل المالك ده لو كانت دولة عنده كم مهندس بيعمل في إداراته كلها؟ أنا أتصور يمكن 200 ألف واحد مثلا في السعودية بيعملوا في كل الإدارات الهندسية للدولة. عندنا 200 ألف واحد محتاجين ندربهم ونأهلهم إنهم يتعاملوا مع هذا العقد. ايضا تحسن من سلم اتعاب الاستشاريين. انت كنت بتعطي له 10 وحدات في الشهر، الان يمكن محتاج تعطي له 30 وحده في الشهر على الاقل. تبسيط وتسهيل وتسريع الاجراءات الاداريه والماليه عند المالك. الملاك اللي لازم الورقه تطلع من مش عارف فين الى فين، الى وكيل الوزاره الى الوزير وترجع تاني مش عارف ايه، اللي تاخد 7 ايام عشان تطلع خطاب، دي مطلوب انك انت تسرع الاجراءات الاداريه والماليه. الان ممكن بواسطه الحاسوبات الكمبيوترز كل الاشياء دي تتم في النو تايم، في وقت بسيط جدا. يجب يا مالك ان تنتبه لافعالك او الامتناع عنها. ما في الان والله ما حاعطيك مستخلصك، انا حوريك، انا مش عارف ايش، لا، ده هنا كل كلمه محسوبه عليك، كل حاجه ستفعلها إذا كانت سلبية سترجع عليك يا مالك، وكل حاجة تمتنع عن أدائها وكانت سلبية سترجع عليك يا مالك. لذلك الملاك في منطقتنا ما بيحبوا هذا العقد. لا يا سيدي، أنا كنت في نعيم وكنت أعمل الذي أريد وأطرد المقاول وأجيب مقاول تاني، وكنت يعني زي فرعون أفعل ما أريد. الاهتمام الفائق بإصدار مستندات عقد صحيحة وكاملة وواضحة. مش تروح تعمل المستندات دي عند أرخص واحد في العالم بعدين تنزلها للمقاولين وتقول لهم يلا ابنوا لي العقد ده أبو 500 مليون دولار. يا سلام، ثم أنت ليش ما اهتميت بإصدار هذه المستندات من أول يوم؟ تروح، أو أنت إذا كنت إدارة حكومية أنت اللي تصدر هذه المستندات، مصيبة هائلة يعني. طيب يا مقاول، أنت أيضا عليك أن تتأهل في التعامل مع هذا العقد وترفع الكفاءة الإدارية عندك. كثير من عقد فيديك لازم تكتب للمالك أو تكتب للاستشاري يا مقاول إذا لم يرد عليك هتعمل إيش، لازم أعمل كذا، طيب كذا كذا، وفيها كلها مواعيد وكلها بهذه الطريقة. فلو أنت عندك ناس نايمين راح يخربوا بيت الشركة المقاولات. أيضا الانتباه للمدد وتبعاتها في هذا العقد. 28 يوم إذا لم تكتب مطالبتك من يوم معرفتك بهذه المطالبة يسقط حقك في هذا المطالبة. اختيار طاقم فني من ذوي الكفاءات العالية.
وانت كمان انت هتدخل عقد فيدك يا مقاول، لازم تجيب ناس مؤهلين للتعامل مع هذا العقد، عقد متطور. يجب عليك يا مقاول تطوير نظامك الإداري ونظام الاتصال وحفظ المستندات. ما يجي الاستشاري يقول لك وريني مثلا يعني أعمالك الكهربائية، طيب والله هاخد أسبوع قبل ما أطلعها. لا طبعا، الآن أنت ممكن بحفظ المستندات الآلي الإلكتروني خلال 5 دقائق تعطي له كل المعلومات الذي يريدها الاستشاري. طيب الآن هل إحنا جاهزين لنطبق عقد فيدك للتشييد في كل الدول العربية وبالذات في السعودية؟ لا، لأنه عندنا إحنا نظام التحكيم غير مقبول بين الدولة والمقاولين، غير مقبول، فبالتالي لازم نعدل في هذا. وأي بلد آخر وأعتقد مصر منه غير مقبول التحكيم بين الدولة والمقاولين إلا باستثناء وأعتقد من رئيس مجلس الوزراء في مصر أو وزير المالية أو حاجة زي كده. عقد فيدك يعتمد على مؤشرات الأسعار بشكل كبير. طيب إحنا ما عندنا مؤشر أسعار. مؤشر الأسعار قد يكون لثلاثة أربعة مواد خمسة مواد أساسية، لكن فين مؤشر الأسعار الحقيقي اللي إحنا بنبحث عنه؟ ده موجود في الولايات المتحدة زي الـ RS Means مثلا، ياخد 70,000 مادة ومعدة ووظيفة وكذا بيضعها ويطلع بها كل شهر مؤشر، فمؤشر بيعبر حقيقة عن زيادة الأسعار أو انخفاضها إذا حصل. لكن إبقاء بس مؤشرك 3-4 مواد هذا لا يساعد، فإحنا محتاجين مؤشر أسعار. قبول فكرة مجلس فض النزاعات اللي هي اسمها DRB في الولايات المتحدة لكن اسمها DAB في أوروبا كمرحلة أولى لتسوية النزاعات بين الدولة والمقاولين، ومراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اللي في السعودية تغير قبل شهور، وإنه ليس بالضرورة أخذ أقل الأسعار. دي كانت يعني فاتحة خير كبير جدا جدا جدا. ما المزايا لك يا مقاول لما تستخدم عقد فيدك؟ إذا أنت عارف المخاطر المحتملة سلفاً هتزيد قدرتك على حساب أثارها وتستطيع تلافيها. استلامك إثبات توفر الموارد المالية لدى المالك. ببساطة شديدة أنت يا مالك تعرف كل شيء عن المقاول، بيديك ميزانيات معتمدة لآخر 3 سنوات، حجم العمالة اللي عنده والمعدات وسابقة الخبرة وكل حاجة. لكن أنت تعرف إيش عن المالك يا مقاول؟ المشروع ب 500 مليون دولار، هل أنت متأكد أنه المالك عنده ال 500 مليون دولار؟ إذا شكيت في ذلك من حقك أنك أنت تطلب من المالك أنه يعطيك إثبات من فين حيجيب ال 500 مليون دولار. هيقول لك والله أنا عندي 200 مليون دولار في البنك وحاخد تمويل 200 مليون من البنك الفلاني والفلاني وحدخل معايا شركاء في التاريخ الفلاني بمئة مليون، أدي 500 مليون. تمام؟ إذا رفض يقدم لك هذه الإثباتات لك حقوق أنت يا مقاول، ممكن تنهي العقد وترجع عليه بكل المطالبات لأنه لم يقدم لك إثبات توفر موارد. لأنه أنت كمقاول ليس من مصلحتك تدخل مع مالك عنده 100 مليون وتخلص في النص وما يستطيع يجيب تمويل ويوقف المشروع وانت سمعتك وارتباطك بعملك وكذا 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 حيتأثر. الشيء الثالث، انت عندك يا مقاول حقوق واضحة في الزيادات المالية وفي تمديد الوقت. مثل ايش؟ الكل اللي انا هذكره دحين سريعا. ظروف مادية غير متوقعة سهلة جدا نحلها. خطأ المالك في نقاط مرجعية مساحية برضو حلها سهل. تعاون مع مقاولي المالك، يعني المالك لو عنده أكثر من مقاول في نفس الموقع، فلو طلب منك أنت يا مقاول تتعاون مع مقاولي المالك الآخرين هتتكلف وقت وتكلفة، كل ده يتحل في 5 دقائق، سواء في أوامر تغيير صريحة أو ضمنية نحلها في 5 دقائق. موضوع تأخر التعليمات والرسومات نحله برضو في 5 دقائق. وجود أثريات وأحفير في الأرض أو مقابر أو أي شيء من هذا القبيل، هذا كله بيتحل في 5 دقائق.
تقليل مساحة المزاجية في التعامل للمالك والاستشاري، ودي حاجة اللي بيشتغل كمقاول يعرفها تماما، يعرف إن هي قاتلة بالنسبة له. وجود خبراء في مجلس فض النزاع بيحل المشاكل أول بأول، ودي ميزة هائلة جدا للمقاول. أيضا أنت يا مالك عليك أن تخبر المقاول بصلاحيات المهندس المشرف، مش بس كده، وإذا قررت تعدل عليها أثناء الشغل في المشروع يجب برضو أن تبلغ بها المقاول، تقول والله أنا غيرت صلاحيتي، زدت هنا، نقصت هنا، وهكذا. الشيء الأخير إنه التدخلات الزائدة للمالك والمهندس قد تعفي المقاول من بعض مسؤولياته قضاء، دي حنتكلم عنها بعدين عشان الوقت. في مزايا لك يا مالك، نعم، وضوح في حقوقك أنت وحقوق المقاول، وواجباتك أنت وواجبات المقاول، وفيها توازن، وضوح وتوازن هيخلي الأسعار تنزل بشكل أكيد. فإذا أنت مالك من اللي عنده مشروعات كثيرة، سواء أنت في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، فأنت لك مزايا. لكن إذا أنت أول وآخر مشروع في حياتك أنك تبني بيتك، يعني ما حيهمك كثير موضوع أنه الأسعار بتكون بشكل عام مخفضة. البنك الدولي لما طلب من فيدك عمل تعديلات على النموذج الأحمر وأصدر Multilateral Development Banks اللي هو البينك بوك، حط البنك الدولي حط فيها حقه هو، حق المالي البنك الدولي في التفتيش في سجلات المقاول في أي وقت دون اعتراض من المقاول، عشان يدخل ويتأكد خصوصا في البلاد الإفريقية إنه نص المبالغ اللي جات للمقاول راحت لرئيس الوزراء في البلاد الإفريقية ووزير مش عارف إيش ووزير إيش. البنك بيحاول يعني يحارب الفساد بهذه الطريقة. طيب في مزايا جديدة للمجتمع؟ نعم، مسألة حماية البيئة، بيتكلموا عن نسبة الانبعاثات والصرف الصحي والتدفق الناجم عن الأنشطة، هنتكلم عنه بالتفصيل. في الكتاب الزهري البينك بوك لازم تشغل الأيدي العاملة المحلية، لازم تجيب مقاولين الباطن محليين، لازم تشتري المواد المحلية يا مقاول، وهذه خدمة للمجتمع. لازم تكافح أمراض الإيدز، ودي موجودة في الكتاب الزهري. في البنك الدولي حاطط هذه المادة ليش؟ عشان لو ما يجيب مقاول كوري يروح يشتغل في نيجيريا، مش بس يعمل المستشفى ويروح، لا، ده حيشتري المواد المحلية، حيشغل الأيدي العاملة والمقاولين المحليين، وراح يعالج كل العمال وأسرهم اللي عندهم إيدز، ويعرفهم ويثقفهم ضد مكافحة المرض أو التوقي منه. هذه خدمة أكيدة. في سلبيات للعقد الجديد؟ نعم، في سلبيات للعقد الجديد. ما هي؟ طول مدد الرد من المهندس والمالك على المقاول في بعض الأحيان. انتبهوا إنه العقد ده معمول وفي ذهن اللي وضعه مدة تنفيذ بين 24 شهر إلى 30 شهر. فإذا كان عقدك كله 10 أشهر، فأنت محتاج تعدل هذه المدد، مش تنتظر 42 يوم عبال ما يرد لك كذا، لا، ما عندي وقت، تخليها نصف الوقت أو قريب من ذلك. بس انتبه أنك تبقي على المنطق في المدد، مش المدة اللي كانت 42 يوم أخليها يومين، فين المنطق هنا؟ المدد كلها بالأسبوع، 7 أيام، 14 يوم، 21، 28، 56 يوم، 84 يوم، وكلها من مضاعفات الأسبوع. ليه؟ لأنه العقد اللي بنى عليه فيدك أول نموذج له كان عقد بريطاني اللي هو حق الـ ICE 1956، وكان في ذلك الوقت كل شيء في بريطانيا يقوم على الأسبوع، الرواتب كان بياخدوها بالأسبوع، وكل حاجة كانت بالأسبوع. الدنيا تغيرت الآن، هل يجوز لك أنك أنت تغير من هذه إلى كأنك تغيرها إلى مدد الشهور اللي احنا بنستخدمها في الشرق الأوسط، 15 يوم، 30، 45، 60؟ يجوز، على أن تبقي أيضا المنطق في هذا الموضوع. كثرة الألفاظ غير المحددة في العقد، مثل في مدة معقولة أو كلما كان ذلك ممكنا عمليا، فناس كثير بيشتكوا من هذا. فأنا سألت رئيس فيدك
اللي كان اسمه الدكتور بيتر بوزويل، اتغير من 5 6 7 سنوات يمكن، فذكرت له هذا فقال لي الذي يحدد هذه الأشياء هو المهندس المشرف. ليش؟ لأنه الذي يمكن في مدة معقولة في الصيف غير في الشتاء، خصوصا لو كان في ثلج. طيب الذي يكون ممكن عمليا في وسط الصحراء غير لما يكون في وسط المدينة، في منتصف الصحراء غير لما تكون على شاطئ البحر، غير لما يكون فوق الجبل، في متغيرات كثيرة. فإذا مدة المعقولة هذه يحددها الاستشاري بناء على هذا. أعطيكم مثال، مثلا إحنا عندنا في السعودية صحراء كبيرة جدا، منها صحراء الربع الخالي، فيها أعمال وفيها مدن جدا صغيرة أو قرى، فيها طريق اسفلتي كبير اتعمل يشق الربع الخالي إلى عمان عشان يعملوا طريق اسفلت. طيب لو الرجال اللي بيشتغل في هذا الطريق وهو على بعد 1000 كيلومتر من أقرب مدينة، ما هي المدة المعقولة التي يحددها الاستشاري لو قال له روح جيب معدة جديدة بدل دي مثلا؟ هل 24 ساعة؟ ده محتاج يمكن أسبوعين عشان يعمل حاجة زي كده. بخلاف اللي بيشتغل في وسط مدينة الرياض، لو قلت له عندك 24 ساعة يقدر بسهولة، لكن هناك حاجة تانية. فإذا اللي ممكن في الشتاء غير اللي ممكن في الصيف، وهكذا وهكذا وهكذا. من السلبيات اللي الناس بتراها زيادة أعباء الاتصالات الإدارية من الكتابة والتوثيق والرد على المراسلات وخلافه وخلافه. أنا بالنسبة لي ده واحد من أحسن الإيجابيات في عقد فدي. كثير جدا أنا أكتب تقارير للمحاكم وللهيئات التحكيم كخبير، تقارير خبرة، فيجيني كثير من المقاولين يقول لي والله حصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي. طيب عندك ما يثبت؟ لا. عندك محاضر؟ لا. طب أنت كتبت للمالك؟ لا. طب المالك كتب لك؟ لا. وهكذا وهكذا. فأنا أرى أنه من ناحية التوثيق دي مهمة جدا جدا مفيدة لما يحصل مشكلة والناس يروحوا للتحكيم أو للمحكمة. فإن للناس يروع، أنا كخبير أكتب تقارير أراها أنها نقطة إيجابية جدا جدا جدا. هذا في عجالة مقدمة عامة عن عقود فيدك وتاريخها، بعض المزايا، ما هي الافتراضات، ما هو المطلوب من المقاول والاستشاري والمالك عشان يجهزوا أنفسهم لاستخدام هذه العقود المطورة. وأطلب الآن من المهندس محمد حسين إذا كان عنده شيء بخصوص هذه الفترة الباقية، الربع ساعة الباقية، قد نأخذها في الأسئلة أو شيء من هذا القبيل قبل ما معك. نقفل معك دكتور. أنت دير الموضوع الآن، هل في أسئلة؟ ما فيش، في تعليقات وهكذا؟ يعني كانت تعليقات عامة، لكن خلينا نقول يعني في سؤال مهندس ميلاد كان سأله بيقول ما هو المانع من تقديم مشروع قانون ضمن المجالس النيابية لإصدار توصيات بحيث يصبح تطبيق الفيدك إلزامي؟ فده سؤال لو حضرتك حابب تجاوب عنه. والله دي يعتمد على كل بلد والتاني. ممكن هذا يكون فتح كبير، وممكن يجد مقاومة هائلة جدا في البرلمان، لأنه مثلا عموم الناس اللي في البرلمان درسين على الفكر اللاتيني الذي يمجد الدولة ويضعها في موقف أعلى. ممكن يكون، بس محتاجين الناس دول البرلمانيين أحد متخصص يروح يشرح لهم الموضوع ككل. هل من مصلحة الدولة أنه يخرج كل سنة 1000 مقاول من السوق بعد ما ينضربوا؟ هل من المناسب للدولة يدخل 1000 واحد جديد عشان ينضربوا بعد 5 6 7 سنوات ويخرجوا؟ هل الاقتصاد هو المستفيد؟ جماعة البرلمان لا ينظروا لصناعة التشييد فقط، يعني بتكلم على اقتصاد الدولة. فإذا أنا معاك تماما، لكن إحنا لسنا جاهزين الآن. الأردن أخذ هذا الموضوع وطلع به قانون منتهين. ولاية إمارة أبو ظبي عملت كده، عمان عملت كده، البحرين عملت كده. لا بأس، ممكن نحن نعمل كده أيضا. اقرأ لي بعض التعليقات مهندس محمد لو سمحت. ده كان أهمها، يعني له علاقة بسؤالنا.
في أسئلة تانية يعني حضرتك اسمح لي أجاوب عليها في الآخر، لأن لها علاقة بالاشتراك وتفاصيله، فأنا مش عايز أخد من وقت الزملاء ولا وقت حضرتك. أنا هرد على أي حد بيتكلم طبعا عن الاشتراك، بس خليه في الآخر أو أحاول أحطها في الشات. أنا هبص بس على لينكد إن لأن كان فيه كومنتس كتير يمكن يكون فيها أسئلة، ولو حد من المهندسين عايز يسأل دكتور نبيل سؤال مباشر يريز هاند وأنا هفتح له المايك حالا. أنا بعتذر لزمايلنا على لينكد إن، يبدو إن البث المباشر على لينكد إن كان بيقطع شوية، أنا بعتذر. لو في أسئلة على لينكد إن دلوقتي أنا هاخدها وأقول لحضرتك، ولو الصوت بيقطع المحاضرة بتترفع تاني يوم على اليوتيوب بكواليتي عالي لو حد حابب يرجع لنقط معينة فيها. أنا أظن تقريبا يعني على لينكد إن مفيش أسئلة، وعلى زوم هنا في مهندسة هادية، اتفضلي مهندسة هادية، حضرتك افتحي المايك واتكلمي. في يبدو ان في مهندس مشكلة. أسامة بريك، مهندس أسامة بريك اتفضل من فلسطين، زميل دائم لنا. الله يمسيكم بالخير جميعا، وإياك إن شاء الله. تحياتنا لأهلنا في فلسطين. حياك الله دكتور نبيل، و ألف تحية ليك شخصيا ولي كمان للمهندس ماجد خروصي ما شاء الله عليه، وللأخ محمد حسين كمان. بعجالة بعجالة أنا بدي أسأل عن موضوع حاليا بمس كل الدول العربية تقريبا أو بمس دول العالم، اللي هي موضوع ارتفاع أسعار الحديد بشكل مذهل في المنطقة العربية خصوصا. يعني وصل طن الحديد، الطن في فلسطين 4500 شيكل، يعني 4500 شيكل قسمهم على 0.21 يعني راح يطلع عندك مبلغ كبير جدا. ما يطلع 10 ونص 11، بس 11 ايش حيطلعوا؟ 11 ايش؟ 1000 جنيه. جنيه مصري. مصري نعم. ده ارخص من عندنا يا هندسه، ده احنا هنيجي ناخد من عندكم حديد. في هذه الحالة كيف الفيدك بتعامل مع مقاول ماخذ مشروع مثلا بمليون دولار وارتفع الحديد بهذه الحالة؟ كيف ممكن انه الفيدك يعوض المقاول زي ما تفضلت انه بيقوم بالتعويض؟ بكون مشكور لك. شكرا لك. اجابتي انه خلال 5 دقائق في عقد فيدك، اذا كان الاستشاري فهمان والمالك فهمان والمقاول فهمان، بيقولوا الاتي: إنه يوم ما تعاقدنا كان مؤشر الأسعار اللي إحنا بنعتمد عليه في هذه البلد كان 1000 وحدة مثلا. المستخلص الأول زاد مقياس هذا الإندكس زاد إلى 1003، رح أعطيك 3 في 1000. بعدين زاد سعر الحديد بشكل كبير، فتأثر هذا الاندكس كله، مؤشر الاسعار، فزاد الى 1013، فراح ارفع لك مستخلصك عن اسعارك اللي موجوده في العرض بنسبه 12 في الالف لكل البنود، وانتهينا. فبالتالي اخذ فيها الاعتبار الحديد والبنزين والسمنت والعماله ومش عارف ايش وايش وايش وايش، ببساطه. طيب خلينا نقول احتمال ما في اندكس في البلد، او الاندكس ضعيف وغير معبر حقيقه عن صناعه التشييد، فيضاف مباشره فرق الحديد عن اللي كان مذكور، عن السعر اللي كان موجود يوم وقعنا العقد. هي مش يوم وقعنا العقد، هي قبلها ب 28 يوم على اي حال. ونعطيك الزياده كل مستخلص، فهذا المستخلص عندك 20 طن، المستخلص الجاي عندك 200 طن، وهكذا وهكذا، مباشرة وبدون أي دخول في أي تفاصيل ولا أي حاجة. استشاري شاطر، مالك فهمان، ومقاول محترم. بس هذول لما بيكونوا ملتزمين بعقد فيدك، في حالة إنه مش ملتزمين بعقد فيدك بتدخل متاهة إنه ممكن يوقف المقاول العمل.
صح، إذا مش منتظمين بعقد فيدك فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مداخلة يا دكتور نبيل، تفضل. لو كان مش كاتبين عقد فيدك، فأنا هرجع لقاعدة آمرة موجودة في القانون، وهي موجودة مؤكد لديكم وموجودة لدينا، وهي الأحداث الاستثنائية. فأنت هترجع لأسباب الزيادة إيه؟ لو كان حدث استثنائي فهو من القواعد الآمرة على الطرف الآخر أن يعوضه، ولكن التعويض ده سموه رفع الإرهاق. يعني إيه رفع الإرهاق؟ يعني ما تاخدش كل خسائرك، بل نقتسم الخسائر بين المالك والمقاول. مش اقتسام قوي، لا، هيكون جزء أكبر لمصلحة المقاول. المهم أن يكون ذلك نابعاً من حدث استثنائي، ودي قاعدة آمرة. يعني إيه؟ يعني المقاول يستحق، حتى لو كتبت لم تكتب ذلك في العقد، فأنت تبقاً للقانون تستحق هذا التعويض بالنسبة للحدث. ومؤكد أن زيادة الحديد كانت بسبب حدث استثنائي. نحن أمامنا الآن حدث استثنائي مرعب هيفرمنا، اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية، وما سيترتب عليها أو ترتب عليها من زيادة سعر البترول، وما سيترتب عليه من زيادة أسعار الوقود داخل الدول كلها، فحيترتب عليه زيادة الأسعار. معنى ذلك أنه طبقا للقاعدة الآمرة دي، أنا أستطيع أن أطالب رب العمل بالتعويض في المحكمة. ماجد بيه، في المحكمة. نعم، المحكمة. في المحكمة. انا فاهم، في المحكمة طبعا. انا موافق. يعني مش خمسة دقائق زي عقد فيدك. فيدك تلقائي. ايوه صح، معك حق. مهندس اسامة، انت من اي مدينة بتكلمنا؟ مدينة نابلس، مدينة الكنافة. فينك انت يا رجل؟ ما رسلت لنا ولا حاجة. الله يخليك، الله يعطيك. احنا مع الاستاذ محمد حسين في كل المحاضرات ان شاء الله. طيب، صور لنا صدر الكنافه. طبعا زملائنا في مصر ما يعرفوا صدر الكنافه. صدر الكنافه يعني اللي هو التبسي، اللي اسمه ايش في مصر؟ صينيه كبيره. صينيه. صور لنا بس عشان نحطها في الملف حق الدوره. طب انا عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس اسامه، لما تبقى بتكلم مصريين ما تقولوش احنا بلد الكنافه، لان كلمه في الكنافه عندنا في مصر معناها ان البلد في حته تانية خالص. بقول بلد، والله احنا في حته تانية. احنا في حته تانية، ما انت بتعرف. كل الاحترام ليكم يا استاذ، وبارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. شرف، حياكم الله. ندي المايك تاني للباشمهندسة هاديه، ارجو انه يكون اشتغل عندها. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم باشمهندسة هادية، كيو اس من السودان. اهلا وسهلا. بسأل في عقد الفيدك، عندي سؤالين. لو هو في الشروط العامة مثلا كاتب لي انه انا خلال 28 يوم اوضح مثلا لو حصلت لي مثلا اي تغيير او اي حاجة في اي الصوت قطع باشمهندسة هادية، لو حضرتك سامعاني. باشمهندسة هادية، يبدو الخط مش واضح عندها. طيب استأذنك باشمهندسة هادية، اكتبي سؤالك في الكومنتس. ناخد مهندس حسن اسماعيل. لا، في المهندس محمد خليل قبله اظن. ولا على حسب الترتيب اللي انت شايف، انا مالي. هو ترتيب زوم كده يعني، انا لا اسف يعني، بس هو مهندس حسن ظهر قبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير عننا يا دكتور، وحضرتك يا دكتور ماجد ومهندس محمد، جزاكم الله كل خير. من فين بتكلمني؟ بكلمك من الكويت حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بس يا جماعه ليا سؤالين، وفي سؤال فيهم بعيد شويه عن الفيدك، بس انا محتاج نصيحتكم فيه، لان اتنين جابزه زي حضراتكم يهمني رايهم فيه. يعني بالنسبه للفيدك، انا عندي عقد، والعقد ده طبعا المواصفات بيتكتب فيها السبلايرز او المانيفاكتشرز لوكال ماتيريالز،
تمام. فالماتيريالز متوصف مكتوب في العقد، لو تم توصيف 3 مصادر على المقاول الالتزام به، لو تم توصيف اقل من 3 مصادر يحق للمقاول ان يقدم alternatives او substitution، تمام. فكل المشروع بقى alternatives، يعني قدم كله رغم انه عنده اكثر من 3 مصادر. فلجأت لمهندس المالك بقول له لا مش من حقه يقدم، قال لي لا احنا انا كمهندس استشاري انا ونائب الار اي نائب ريزيدنتال انجينير وسينيور اركيتكت، يقول لي لا احنا اللي نقرر من حقه. قلت له انا استشاري وعندي عقد، انت ليه تلزمني بان انا اخد الترناتيف صيني وانا موظف الماني في حين ان العقد بيقول ان في عندي 3 مصادر مستوفيه. دي اول نقطه. دي عند المهندس ماجد خلوصي، لانه يعني اعتقد السوق المصري مليء بهذه الافكار. ماجد بيه، تحت امرك فندم، تحت امرك العفو. انت من حقك انت ادام حط لك، ودي مشكله اللي بيحط 3 حاجات اورتنيت، انت من حقك ان تاخذ اي واحده منهم من المتوصفين. حلو، ما فيش كلام، ده من حقك. كونه بقى بينكفك وكلام من هذا القبيل، ما هو ده خناقات اللي بتحصل في المواقع. هيقول لك لا هات لي الاغلى، هو طبعا هيختار كده. لا ده العكس، طالما كتبوا فالفندم تاخذ اي واحده منهم يا فندم. ده هو المالك بينزل مش بيطلع، شيء غريب. ايوه، ما انا بقول لك هو هو قال لك، هو حط لك 3 مترادفين، انت من حقك ان تاخذ اي واحده منهم. ده انا اللي حطيتهم باشمهندس، انا كاستشاري اللي حطيته في مواصفاتي. طب كويس، المقاول بيجيب اقل بقى وبيجيب الترناتيف. قلت له العقد بيقول طالما عندك 3 مصادر ما تقدمش بدائل. يروح للمالك يقول له لا قدم. يعني مش قبله ولا واحده من البدائل؟ لا دول مش بدائل، دول اصليين. مش قبل الاصليين وبيقول له قدم بدائل اقل جوده واقل كواليتي وكل شيء. ده المقاول اللي بيقدم ولا المالك اللي بيقول له قدم اقل جوده؟ المالك. طب انت هتعمل ده راجل غني. نفس السعر يا باشمهندس؟ بنفس السعر؟ لا طبعا، السعر بيصل للنص احيانا. خلاص، المالك هو كلمته اللي تمشي. طيب ده اول شق حضراتكم عشان ما اطولش عليكم. الشق الثاني، وده سامحوني فيه، هو شخص شويه وصلني منه انذار. من مين؟ من المالك. انا كراجل ار اي وصلني منه انذار، انت دلوقتي مش ماشي مع سياسه المشروع، ماشي في سكه والمشروع ماشي في سكه. بقول له يا فندم انا بطبق عقد. ليه؟ لان هذه هيئه معينه حكوميه كل مشاريعها في القضاء في المحاكم، فانا بعد كده ممكن استدعى كاستشاري انت توافقت على دي ليه؟ فانا رافض الامر ده. بقول انا عندي عقد ماشي عليه وهتتم كل موافقاتي بناء على العقد، وانت اعمل اللي انت عايز، وافق للي انت عايزه المقاول. يقول لي لا لازم انت توافق على اللي انا عايزه. فانا مش عارف هل في حاجه في الفيدك تقول العلاقه ما بيني انا كاستشاري وهذا المالك، ولو هو تجنى علي ما هي حقوقي وكيف اضمن حقي كده؟ يعني ده عقدك انت بينك وبين المالك، هل هو عقد فيدك اللي اسمه الكتاب الابيض؟ لم يشار الى هذه النقطه في العقد بيني وبين المالك. بس لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شوف، انا رايي انت تمشي كلام المالك الا اذا كان راح يؤثر على كفاءه المنتج او جودته او عمره الافتراضي او سلامته او سلامه العاملين في المشروع. لا، غير كده وافق. 100% هياثر على كفاءه المنتج والكواليتي بتاع المنتج. وقف واعمل انفجارات كبيره، بلغ مش عارف مين ومين ومين. ما ده اللي انا عملته خلاص، وجالي انذار، والمره الجايه هيروح السجن يا دكتور. هو في الحالتين هيروح السجن. لا، انا مع الدكتور نبيل، مع اضافه صغيره، انا ما هيجش الدنيا انما ابعت له تحفظ واقول له انت تتحمل مسؤوليه اي خلل يحدث نتيجه هذه المواد اللي انت اخترتها، وانا باخلي مسؤوليتي تماما عن هذا الامر وخلاص، وكده اخليت مسؤوليتك
وخوفته، وهو إما أن يعود إلى صوابه أو تستمر في العمل تحت مسؤوليته. حصل حضرتك. الحل التاني. حصل. ما انضمكش غير كده. إنما لو خليت الدنيا مؤكد هيعتبرك عدو وهينهي عقدك أو يأذيك في مستخلصاتك أو كلام من هذا القبيل. أنا وجهت زي الدكتور نبيل ما قال أرضخله قليلا، بحيث الحاجة الوحيدة اللي لا يعفيك منها القانون لو أثر ذلك على سلامة المبنى. لا يعفيك القانون. السلامة الإنشائية بحكم إن أنا أركتكت ومعماري ما تخصني، أنا يخصني الفينشنج النهائي الشكل النهائي. يبقى ده مش مهم، لأن مسؤوليته ما فيهوش مسؤولية تتبعه قاعدة أمام. طب أنا وجهت كتاب ورفض يستلمه. مين اللي هيرفض؟ المالك رفض، الكونستراكشن مانجر، مهندس المالك رفض يستلم. لا لا لا، ما انا قلت لك اكتب تحفظ، ما انا قلت لك اكتب تحفظ، ارسله بالبريد المستعجل المضمون دي اتش ال ولا غيره. دخلت حرب كده، دخلت حرب، الله المستعان. بالايميل، بالايميل. طيب الله المستعان. تسلموا دكاتره، شكرا شكرا لسعه صدركم لحضرتك. الله يكرمك. بس طمنا عنك، طمنا عنك باش مهندس بعد شهر كده، انك انت ما زلت في العمل ولا في حته تانية؟ الله يستر يا دكتور، الله يستر، ربنا يبارك لك. نرزع على الله هندسه، ما تقلقش، توكل لا على الله. لا لا، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، انا متاكد لعله خير يعني. لعله خير. طيب مهندس محمد خليل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي سؤال بخصوص عقود الـ EBC. أنت لسه بدري عليها باش مهندس. هو بس الأخ المهندس اللي من فلسطين لما كان بيسأل على حوار الحروب وتأثيرها على الأسعار وكده، أنا سؤالي هل ده ينطبق برضو على عقود الـ EBC؟ ولا لا؟ شوف، عقود الـ EPC قللت بشكل كبير جدا من الأحداث التي يستحق فيها المقاول تمديد مدة أو زيادة في التكلفة، لكن أبقت شباك صغير نافذة يتنفس منها المقاول، ومنها الأحداث الاستثنائية اللي هي منها دي. طيب بالنسبة لجائحة الكورونا اللي عدت علينا في خلال السنتين اللي فاتوا، منها الإجراءات الاستثنائية، من الوقاية، من تقليل عدد العمال في الأماكن العمل إلى آخره، مما سبب إن احنا زيادة في الأسعار وزيادة في تكلفة الإنشاء، هل ده يحق لي كمقاول ABC إن أنا أطالب به من المالك ولا لا؟ أولاً انت عندك عقد فيدك ولا شبه الفيدك؟ لا، هو احنا عقود فيدك تبع قطر للبترول، هم بيستخدموا الفيدك عموما، الاي بي سي بالذات. انت بتتكلم عن عقد الاي بي سي؟ لان احنا عقود العقود اللي بنستخدمها مع قطر البترول كلها اي بي اي سي. طب ايش الاي دي بقى؟ مش عارف. طيب، لأنه في نوع تاني اسمه EPCM في الأخير، M زي محمد، تمام؟ لكن ID جديدة بالنسبة لي. على أي حال، أي حاجة المقاول لم يكن يستطيع أن يقدرها ولا يعفى منها مقاول محترف، يبقى يعني تحسب له. يعني المفروض ان انا اقدم بيها، والمفروض ان هو يكون الرد ايجابي من صحيح. صحيح. وده في الحالات المثلى، لكن ممكن المالك يعترض والاستشاري اذا في استشاري. هو ما بيبقاش في استشاري في المشاريع دي للاسف، في ممثل للمالك، في ممثل للمالك، تمام. لكن طبعا طبعا انت لازم تتاكد، انت كمقاول بتتكلم. ايوه لازم تتاكد انه عقدك ما زال موجود فيه هذه النقاط، لا يكونوا شالوها اساسا قبل التوقيع. تمام، شكرا. حياك يا مهندس. انا انصحك تقرا كتابنا عن تعويض المقاولين في ضوء جائحه كورونا. ممتاز، لو موجود او نقدر نوصل له.
طب ده ممتاز جدا، نقدر نوصل له ازاي؟ يعني مش حد، انا والدكتوره مريم العو عاملينه من الناحيه القانونيه ومن ناحيه نشره الفيدك بخصوصه والرد على نشره الفيدك، تحليلها تحليلا دقيقا. لم نتفق معها في كثير من اللي قالته، انما عندك القانون فهو كتاب صغير وجميل وموجود لدينا. حضرتك نقدر نتواصل بليه ازاي؟ في اي وقت تستطيع ان تحصل عليه. طبعا لو في مصر هيبقى امره سهل جدا. للاسف موجود في قطر. نعم في قطر بالله. ممكن يجي لك، ممكن يجي لك. اقدر اتواصل ازاي مع حد يقدر يوصلني للكتاب ده؟ دكتور باشمهندس محمد. ايوه باشمهندس. عايز يتواصل معانا. طريقه التواصل ايه؟ حضرتك معانا على اي جروب من جروبات الواتس او حاجه، ولا اول مره تحضر معانا؟ لا انا مشترك في المديول رقم واحد، ده اول مره اشترك معاكم. طب يعني حضرتك اشتركت بالفعل؟ انا مشترك بالفعل. لا خلاص مريم تقدر توصل لك. حضرتك تقدر توصل لمريم، معاك تليفون الواتساب بتاع الاستاذه مريم، تقدر توصل لها او على البورتال، مفيش مشكله. تمام. مش حضرتك معاك البيانات دي او اي ايميل لينا ولا؟ مظبوط مظبوط مظبوط. خلاص حضرتك تواصل معانا ونبعت لحضرتك سهل، مفيش مشكله. اشكرك. العفو يا فندم. محمد محمود اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بسيط، هل من حق الاستشاري يعني ان يوافق على البرنامج الزمني يعني؟ لا بس هو ودوكيمنت بتتقدم للاستشاري فور هيز ريفيو يعني. طيب انت من فين تكلمنا مهندس محمد؟ من ابو ظبي. تمام. ليس من واجبات المهندس اعتماد الجدول الزمني. كل اللي مطلوب منه انه ينظر يراه، فاذا وجده منطقيا وموافق للعقد لم يعترض عليه. أما إذا وجده غير منطقي، يعني طبعا أنا بعطي مثال صارخ إنه والله رح يدهن الجدار قبل ما يبني الجدار، فهنا هيقول له لا المنطق مقلوب، أو إنه بدل 20 شهر حقة المشروع هو عامل جدول على 22 شهر، فهيقول له لا التزم بالعقد. لكن ليس عليه أن يعتمده أبروف أبدا أبدا أبدا. أوكي. هو... انت سؤالك يعني واضح انك انت عارف ليش هو مفروض انه ما يعتمد. ايوه لانه بس في العقد انا كنت بمر على العقد لقيت مكتوب انه اذا ما قدر المقاول ان يقدم برنامج زمني يقدر يعتمده الاستشاري، من حق الاستشاري يعين واحد ويعتمده وياخذ ضمن الفلوس تبع المقاول. دي جديده تماما علي، دي يعني يعني هذه أنا ماني شايف إن هي مناسبة. ليش؟ لأنك أنت بتفرض عليه نظام وعدد عمال وعدد معدات وطريقة عمل هو لا يعرفه أو غير متعود عليها، أو كأنك أنت وصي عليه لأنه محجور على فكره وأنت بتجبره على كذا. أنا أرى إن هي دي يعني غير مقبولة أبدا أبدا. شكرا. يعني مشاكلها اكثر كثير من فوائدها. ايوه حتى في الفاريشن ما هيقدر يقدم في انه حصل تغيير على السيكونس اوف وورك. انت كده بتشيل المحرك المرسيدس وبتحط محرك حق دراجه بخاريه. اوكي شكرا. حياكم الله. مهندس محمود عويس تفضل. اول حاجه اقول لنا من فين مهندس محمود؟ هو ممكن يكون مهندس محمود عويس اللي حضر معانا يوم الاثنين اللي فات، معرفش هو ولا لا، بس كان بالانجليزي لو حضرتك تفتكر احنا قعدنا نقول ويس ولا عويس. خلينا نسمع كده هل هو ولا لا. مهندس محمود اتفضل. لو هو يبقى من الاردن، يبدو ان عنده مشكله في الصوت. طيب مهندس محمد علي فتح وقفل. مهندس محمد علي لعله يحاول مرة أخرى. مهندس محمد علي
مهندس محمود عويس المايك عنده فتح. فضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شو أخباركم؟ ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك. مهندس محمود عويس من الأردن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حاب أسأل سؤال أنا بسيط، إنه هو إذا عندي مشروع مثلاً مكون من 4 طوابق أو 5 طوابق، خلص مرحلة العظم وبلشنا بالتشطيب، خلصنا طابقين التشطيب، إجا المالك حاب يستغل المشروع، هل يحق له استغلاله؟ وفي مادة بالعقد إنه تثبت إنه يحق له استغلال المشروع؟ أنت عندك عقد فيدك ولا تبغاني أرد على فيدك. تبغاني أرد فيدك. على فيدك. طيب. فيدك. يمكن له ذلك بالاتفاق مع المقاول. 1-2 إما تكون مذكورة أصلا في العقد على إنها مايلستون لازم يسلم فيه المقاول للمالك هذا الجزء من المبنى وهذا مقبول، لكن إذا لم يكن مذكورا فالمسألة على الخيار. المقاول إذا قبل أن يدخل المالك ففي اعتبارات كثيرة، سينتهي مسؤولية المقاول عن الضمان أو التأمين، عن التأمين عن هذا الجزء، والحراسة والأمن والتشغيل والصيانة أصبحت في مسؤولية المالك. إذا قبل المقاول هذا فلا بأس، إذا لم يقبل، انتبه، إذا لم يقبل وأصر المالك على الدخول فيعتبر كأن هذا الجزء قد تم تسليمه للمالك حكما. يعني بالنهاية بصح له يستخدم المشروع، يعني لا. حتى لو دفع مصاري أو بدلات بدل الربح الفائت وشغلات زي هيك، كل شيء بالاتفاق يجوز. بالغصب يجوز بشرط أنه أصبح المسألة كلها في مسؤوليته وكأنه قد سلم قد استلم المشروع حكما من المقاول. بالضبط. أنت من وين تكلمنا مهندس محمود؟ أنا من عمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا لك. أهلا أهلا أهلا. معنا مهندس محمد علي، تفضل. أظن ده آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد علي من السودان. أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحييك. حقيقة عندي سؤال ذكرته في حضرتك، ذكرت في بداية المحاضرة إنه عقود الفيديك أو في صحة التعبير في بعض الكتب زي الفضي والأخضر إنه استغنوا عن دور المهندس الاستشاري، فسؤالي كيف إنه استعادوا عن دور المهندس الاستشاري وكيف فرق يعني مسؤولياته بتكون بالنسبة لممثل المالك تكون شنو في بالذات في الكتاب الأخضر والفضي أو في الكتب اللي هو حذفوا منها أو استغنوا عن دور المهندس الاستشاري. شكرا جزيلا. عفوا. يعني أنا أعيد ترتيب الجملة اللي أنت تفضلت بها، هو لم يستغنوا عن الاستشاري، هم صمموا العقد على ألا يكون فيه استشاري. إحنا ليش بنقارن دائماً على أنه الأصل أن يكون فيه استشاري؟ ليس الأصل أنه يكون فيه استشاري أبداً، الأصل هو ما اتفقت أنت عليه. طيب، فإذا كنا إحنا متعودين على أنه عقود فيدك الأحمر والأصفر يقوموا على 4 قوائم زي الطاولة، تمام؟ طيب، جو واحد عمل طاولة بثلاثة أرجل وتقف وتؤدي دورها، معناته ان احنا ما اخذنا التصميم حق ال4 ارجل وشلنا رجل ووقفت الطاوله، ابدا، ده احنا اعدنا التصميم من الاول وجديد. فنفس الشيء بالنسبه لهنا، العقود الصغيره اللي هي مثل العقد الاخضر بيعتمدوا على معامله تعامل مباشر بين المالك والمقاول دون ان يكون هناك مهندس، اعتماداً على أنه المقاول مؤهل وهو كفء وسيقوم بدوره كما هو مطلوب، وإذا لم يقم بهذا يحق للمالك أن يذهب يدعي عليه. لكن في غالب المشروعات الصغيرة يقوم بها المقاول
لأنه عنده كفاءة كافية لهذا. أما العقد الفضي فلأنه وجدوا أنه شيء اسمه one point responsibility، يبغوا كل المسؤولية تكون في رأس واحد بس اللي هو المقاول. المقاول ده سيقوم بالتصميم وبالتنفيذ بتوريد التجهيزات الرئيسية وتسليم العمل حتى لو لم يكن هناك مهندس. مشروعات الاي بي سي في غالبها تقوم على الأداء، يعني سلمني محطة تنتج 100 وحدة في الساعة وتصبح أنت كده كأنك سلمت، مع طبعا بعض التفاصيل الأخرى. وجدوا أنه عدم وجود المهندس ليه؟ لأنه لا تستخدم إلا في مشروعات المقاولين فيها متخصصين جدا لدرجة أن هم أحسن من الاستشاريين فاهمين في هذه المسائل. أرجو أكون وضحت كده لزميلي المهندس محمد من السودان. شكرا دكتور. شكرا دكتور نبيل. معنا سؤال كمان مهندس أحمد حماد، أما يبقى الوقت مش مناسب لحضرتك يا دكتور أو حضرتك وصلت النهاية بلغني. يعني لسه بدري على السحور. هوبا طيب أنا ظهراني بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول حياكم الله دكتور نبيل والمهندس ماجد. الله يكرمك سيدي. الله، عندي بس سؤالين. السؤال الأولاني تعليقا على موضوع البرنامج الزمني. المقاول بيقدم لنا كاستشاري البرنامج الزمني حسب الفيدك في خلال 15 يوم من بعد توقيع العقد أو 22 نتذكر الرقم، وبيستني إن نديله عليه أبروفة. عايزك أقول أنت دكتور إن أنت غير ملزم إن أنا أطلع له اعتماد لي. النقطة دي محتاجة شوية توضيح. أنا ما سمعت أنت مطلوب إيش اعتماد إيش، ما سمعت الجزء ده تفضل. عايزك بالنسبة للبرنامج الزمني اللي بيقدمه المقاول. تفضل. أيوه. عايزك ذكرت إن هو يعني غير مطلوب من الاستشاري إنه يعتمد البرنامج الزمني. صحيح. صحيح إن حسب الفيدك تذكر الكلوز إن هو المقاول بعد توقيع العقد في خلال 15 يوم عليه إنه يقدم برنامج لسير الأعمال هو البرنامج الزمني. تقديم ولا وينتظر اعتماد من الاستشاري؟ تقديم. هو تقديم بس. تقديم بس. طيب أنا كاستشاري هعمل بإيه لما هو هيقدمه لي؟ هتفرج عليه مثلا؟ تراجعه، فإذا وجدته منطقيا ومرتبط بالعقد بداية ونهاية فعليك ألا تعترض عليه. إذا عندك اعتراض تكتب للمقاول. وفيدك بيقول إذا لم يأتيك رد من الاستشاري خلال 3 أسابيع فاعتبر أنه إيش تمشي بناء عليه، وأنه المالك وأنه الاستشاري لا اعتراض له. أنت من المدرسة القديمة باش مهندس اللي هي كل حاجة لازم أنا أشوفها وأصلحها زي يعني المدرسة. لا هي ما برضه ده حاجتك بناء المالك بيكلف الاستشاري يقول له عندك البرنامج الزمني بتقدم لك ليه ما اديتوش اعتماد؟ اذا كان مكتوب في العقد، اذا كان مكتوب في العقد انه ما فيش اعتماد، من فين هيجيب المالك كلمه اعتماد؟ طيب هو دلوقتي عشان نكون في الصوره، المقاول قدم البرنامج للاستشاري والاستشاري شافه ورجعه وما علقش عليه ان هو التواريخ منضبطه على حسب مده المشروع، السيكونس بتاع الاعمال منضبط. الاستشاري هيحط على مكتبه ويسكت ولا يرد على المقاول بشيء؟ لا، اذا عنده اعتراض يرد، اذا ما عنده اعتراض يسكت او يرسل يقول له ليس لدي اعتراض. يعني هيسكت على مبدا السكوت، يعني عندنا في مصر كده سكوت علامه الرضا. دي قاعدة فقهية يا باشمهندس، مش عندكم في مصر. السكوت علامة الرضا، دي موافقة البكر لما يجي تخطب، لكن لا 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 تنطبق على الأيام على أي حال. نعم، معناها السكوت علامة الرضا، وكاتبين كده لأنه لو لم يأتيك يا مقاول أي اعتراض من الاستشاري اعتبر أن أنت تمشي عليه على مسؤوليتك. أيوه على مسؤولية المقاول وعلى تكاليفه. نعم على تكاليفه. في حالة إذا حصل تأخير أو أي مشكلة في برنامج الزمني، الاستشاري هيعمل دراسته على البرنامج المقدم من المقاول
يطلب إعادة تقديمه حتى يتناسب مع الوقت والأحوال. تمام. ويضيف عليه المدد التي وافق عليها للمقاول سابقا. المدة اصلا 30 شهر، انا اديته شهرين سابقا ومرة اديته 15 يوم، ادي شهرين ونص. اذا تحول العقد من 30 شهر الى 32 ونص شهر، اشتغل ضمنها يا مقاول. وانتبه يا باشمهندس، ليس لك ان تملي طريقتك على المقاول، يعني ما تقول له روح زيد العمالة، روح اشتغل اوفر تايم، وروح زيد المعدات، خليه هو اللي يطلع مش انت اللي تقول له عليه. طب حضرتك، ما هي الاشكالية بين هنا الاستشاري وبين المالك دلوقتي؟ هي القصة دي انا واقع فيها. المالك ده من المدرسة القديمة. ايوه تمام. فهمه وقول له انا لو قلت للمقاول انت يعني كاستشاري زيد العمال وجيب معدات كبيرة كثيرة، وفشل المقاول في الالتزام بالوقت وتأخر، في بعض الحالات يستطيع أن يذهب للمحكمة ويقول للقاضي أنا كنت موظف عند المالك أعمل بإمرته بهذه الدليل 1 2 3 ولم أكن أعمل بنفسي وبإدارتي. وفي بعض الحالات على فكرة أعفي المقاول من غرامة التأخير بناء على هذا. إذا عندك مالك لا يفهم هذا كله فالله يكون في عونك. لو هنا في حالة الدكتور عفوا يعني اسمح لي بس على التفصيل شوية. المقاول متأخر والاستشاري بعت للمقاول رسالة إن أنت متأخر عن البرنامج الزمني اللي أنت مقدمه ويطلب منك زيادة العمالة. لا 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 لا. أنت قول له، وده مكتوب في عقد فدك، أنت بلغني كيف ستتلافى هذا التأخير. أنت يا مقاول تقول، مش أنا اللي أقول. ما هي في الفيدك بالاتفاق مع المهندس، الاثنين مع بعض، اللي هو تو بي كونتراكتور أند إنجينير نفس الوقت. باشمهندس، أنت واثق إن العقد ده فيدك يا باشمهندس؟ فيدك 87. لا، ده حق الفراعنة، ده 87 ده حق الفراعنة. لأنه الحقيقة اللي حضرتك بتقوله يدل، أنا أستغرب إن المالك مش مستوعب العقد، دي مصيبة. يعني المالك جاب عقد كده وقال لك اشتغل بيه وأنت اشتغلت بيه، وهما بيقولوا إن البرنامج الزمني ليس من مستندات العقد، وبعدين أنت اشتغلت بيه وعاوز تخليه مستند من مستندات العقد. الدكتور نبيل بيشرح لك النقطة دي من الأول، وانت مصر ان البرنامج الزمني دي من مستندات العقد، فهي هو ده الفرق يمكن في المفهوم. فالملك لابد ان يكون يستوعب العقد اللي هو كتبه، يعني لو قرا العقد يستوعبه. بس انا معاك يا باشمهندس، هو دلوقتي ما هو المالك بيسال الشاري جالك البرنامج الزمني اعتمدته ولا لا؟ هل مكتوب في العقد انه انت تعتمده؟ اذا كان مكتوب كده فعليك انت اعتمد. مش مكتوب، مش مكتوب. استكمالا لسؤالي، الفيدك 87 المالك معدل عليه في بعض البنود، هل ده برضه يظل ان هو اسمه فيدك؟ ليس بالضروره يبقى اسمه ولا لا يبقى اسمه، مالناش دعوه. انت ملزم بما وقعت عليه او بما وقع عليه المالك. طب انا حسب حضرتك حاجه يا دكتور نبيل، سؤال يمكن يقدر يخليه يعني يستوعب النقطة. نفترض ان المهندس، نفترض انا ما خدتش بالي واعتمدت البرنامج الزمني، ايه المشكلة اللي ممكن تترتب علي لو اعتمدت البرنامج الزمني؟ على الاستشاري؟ على الاستشاري وعلى المالك، ما انا ممثل. يحق للمقاول ان يرجع على الاستشاري انه امره بزياده المعدات وزياده العمل وساعات العمل. انا بتكلم مش الجديد، انا مش الامتداد، انا بتكلم انا قدمت في المده المحدده البرنامج الزمني، وجالي البرنامج الزمني في اول المشروع واعتمدت المشروع وهو متفق مع الموعد النهائي للمشروع، خلاص. انا ما اعتمدتوش، انا لم اعترض عليه، بس اعتبر ان انا مضيت. ما انا بسالك، ليس بالضروره، ليس مطلوبا حسب فيدك 99. انا عملتها غلط، المالك ضغط عليا وانا عايز اخد فلوسي منه وراجل مقرف
رحت ماضيله وريحت نفسي، ايه المسؤوليه اللي تقع عليا لو انا عملت كده؟ المقاول ممكن يروح للمحكمه اذا كانت المحكمه متنوره انه انا كنت بشتغل اجير عند المالك والاستشاري، بدليل انه اصلا عمل المقاول انه الذي يعمل بنفسه وليس تحت اداره احد. دي نقطه مهمه. اذا كنت انا موظف في شركه وانا اخطات، فالخطا ده بيرجع على الشركه، لكن لو انا بعمل مستقلا فالخطا يرجع علي انا. فبالتالي المقاول بيحاول يثبت للمحكمه انه لم يكن يعمل مستقلا، وانه كان احد افراد المالك والاستشاري بدليل هذه الطلبات منهم، زود العماله، زود كذا. دي احيانا تقنع فرضت تزيد العماله، اي حاجه انا معاك 100% في تزويد العماله، زياده المعدات، السهر. لذلك صناعه التشييد الان تطلب من المقاول هو اللي يقول هيعمل ايه. في البرنامج طيب قال لي انا هشتغل نص ساعه اوفر تايم. أيوة. يا سيدي دي مش هتكفي. طيب خليها هو بيعترض بيقترح، طب خليها ساعه. اقوم انا اسكت، يمكن الساعه تمشي، انا مش هعتمد ولا اخرج الافكار دي. الافكار القديمه انه المالك كان بيدير المقاول اداره مايكرو، اسمها مايكرو مانجمنت، يعني ما يتحركش من هنا لهنا الا باوامر. دي موجوده بقى في الجيش، موجوده في الصين، ربما في كوريا الشماليه، لكن في العالم الحر كل واحد مسؤول عن اعماله. هذه نقطه مهمه، مش انا اعتمد الجدول وانت تنفذه غلط وبعدين ترجع تقول لي انت اعتمدت اللي هو. لا يا سيدي انا لن اعتمد حاجه، انا بس اقول لك انه اللي انت بتقوله ده يعني ما عندي عليه اعتراض، بس المسؤولية عندك انت يا مقاول، وانت اللي هتنفذه، واذا اخطأت انت اللي هيكون على حسابك، مش ما تحاول تلبسني انا المشكلة. دي الافكار الحديثة، انت تبغى تبقى على الافكار القديمة 87 انت حر. لا مش انا، هو المقاولة هي كده دكتور، مش احنا اللي فردنه، المقاولة والمالك نفس العقلية. الله يكون في عونك يا باشمهندس. احنا نخرج من الكلام ده، انا يعني اتفق مع الدكتور نبيل في جزئيه انه بيقول لك ابعد عن تحميل نفسك مسؤوليه قد تؤدي الى انك انت تبقى مطرود. والفيديك بيؤكد في كل عقوده ان البرنامج الزمني ليس من مستندات العقد، وبالتالي تقديمه والاعتماد عليه في أي نزاع باعتباره مش من مستندات العقد غير واجب. فأنت كونك تعتمد الـ البرنامج الزمني فأنت يخشى منه، ده اللي بيقوله الدكتور نبيل، أن يتحول إلى مستند من مستندات العقد فقد يستغل ضدك. يعني هي بالضبط كده المعادلة. يعني أنا ليه سألت السؤال ده الدكتور نبيل؟ لأن أنا بيني وبينك مش قادر يا دكتور نبيل اني اقتنع ان ورقه مضى عليها المالك، مضى عليها الاستشاري، فانت فهمتني دلوقتي الحقيقه، واقول دي مش من مستندات العقد، مضى عليها الاستشاري ومضى عليها المقاول فبقت مستند. هو بيقول دي مش من مستندات العقد، ده رايه. فبيقول لك طالما انها مش من مستندات العقد فانا غير مطلوب مني ان انا اعتمدها عشان ما تبقاش من مستندات العقد، فقد تؤدي إلى أمور قد لا تكون في صالحك. ده هي دي النظرية اللي لا أخفي عليك إنها موضوع شائك جدا فعلا، وإنك تقتنع به، أو إحنا على رأي الدكتور نبيل مسمينا الفرعونيين، الفراعنة دول، كونهم يقتنعوا بها ياخدوا وقت. إنك تقتنع إن البرنامج الزمني اللي أنت شغال عليه إنه مش من مستندات العقد، ده موضوع صعب إنك تستوعبه دلوقتي، او ولو ان الناس اتطورت قوي، لان ما زالت عقودنا العاديه البرنامج ده مهم جدا في عقود الدوله اللي موجوده، في عقود الاشغال دي كلها. فعشان كده انك توصل للموضوع ده هو ده المشكله. انما انا مع الراي، يعني انا اقتنعت بالراي اللي قاله الدكتور نبيل الحقيقه.
خليني أضيف إضافة بسيطة. جدول الزمني فيه تاريخين تعاقديين بس، تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء. في أكتر من كده؟ أنا بقول في اليوم الفلاني حيكون عندي 200 عامل وخمسة معدات، ما جبت ال 200 عامل ولا الخمسة معدات، هل ده يعتبر خرق للعقد؟ أبدا. هل يستتبعوا أنه أطبق غرامة على المقاول؟ لا. طب اليوم اللي بعده جبت 1000 واحد بدل 200، وهكذا. الوقت ده متاح للمقاول يعمل فيما يشاء. هقول لك ليه الإخواننا وزملائنا المهندسين بيقولوا الكلام ده. إحنا في العقود الإدارية بيحصل إيه بقى؟ إن يتعمل البرنامج الزمني وأقول الخرسانة هتخلص بعد شهرين، خلصت بعد 3، يوقع على المقاول غرامة تأخير فورية فورية. ولذلك شوف يا باشمهندس العدالة عندهم في الفيديك، إن تخيل أنت استنفذت قد إيه غرامات وقعت عليك وأنت تستطيع أن تنهي المشروع في موعده في الآخر. هل حصل ضرر على الطرف الآخر من التأخير ده؟ أنت استوعبته بعد كده، إنما ما زالت عقودنا بتنفذ هذا الكلام. عشان كده هو مش قادر يقتنع، يعني هو معه حق برضه، إنه إزاي بقى إنه يحصل تأخير وما وقعش غرام؟ واخد بالك؟ أدي كل النقطة. شكرا دكتور، حياك الله. شكرا يا باشمهندس. دكتور نبيل، معنا وقت تاني للأسئلة. والله أنا بالنسبة لي لو تعفيني، لأنه أنا مرتبط الآن. أخذ سؤال واحد وحمش. هو آخر سؤال مهندس يونس. بالضبط كده، تفضل باشمهندس يونس. السلام عليكم. عليكم السلام. من فين بتكلمنا مهندس يونس؟ أكلمك من السعودية، من طبرجل. الله يكون في عونك. برد شديد، الآن تحسن الوضع. لا هي معتدلة. أنت في ال إيش اسمه، منطقة الحفاظ على البيئة وكذا 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 اللي فيه طبرجل؟ أنا هنا في بسيطة، في تبع مشروع، شغالين مشروع في تبع شركة الجوف الزراعي. أوه، أنت عندكم أحسن زيتون في المنطقة كلها. نعم نعم. وأحسن زيت زيتون، أكبر مزرعة زيتون في المنطقة هي اللي عندك. أنت يعني طبرجل تبع الجوف ولا لا؟ نعم نعم. أيوة. بالضبط. حياكم الله. تفضل مهندس. الله يحييك. سؤال يا دكتور، أنا أسأل عن طبيعة التعامل ما بين الكلاين والمالك، في حين إنه الكلاين إنه يعني يعقد اجتماعات مع المقاول بدون ما يستدعي الاستشاري في الأمور الإنشائية، ويأخذ يعني التزامات بدون علم الاستشاري. هل هذا يعني يحق للمالك؟ وهل الاستشاري إنه يعترض على النقطة دي ولا لا؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، وهل يحق للمالك إنه يعمل زيارات لموردين للمشروع، يعني موردين رئيسيين أو مقاولين بدون التنسيق يعني مع الاستشاري لحاله مع المقاول، إنه بدون ما يستدعي أو ينسق أو يعلم حتى يقدر يعني؟ هل يحق للكلاين يعمل الكلام ده؟ وهل يحق للاستشاري انه يعترض على النقطه دي ولا لا؟ طيب خليني اجاوبك سريعا جدا. طيب. يحق له هو المالك ويعمل ما يريد، لكن تبعات اعماله او الامتناع عنها هو لازم يعني يكون جاهز انه هو يعني تكون المسؤوليه عليه. هذه واحده. الشيء الثاني، ده من الملاك بتوع زمان، جدي وجدك واللي أكبر منهم، اللي كان يروح الموقع ويزعق على المقاول ويلطش فيه وكذا وكذا، ليس جاهزاً للتعامل في عقود فدك. لازم يروح ياخد كورس أو يعملوا له غسيل مخ عشان يعرف يتعامل. هذا المالك ليس مستعداً للتعامل في عقود فدك. هل الاستشاري يعترض؟ هو يلفت نظر المالك إنه أنت كده بتضعف موقفي، أو قد تخطئ لأنه أنا ماني معاك أو شيء من هذا القبيل. هذا محتاج غسيل مخ، وهذا من أنواع تبعت فرعون، أتبع فرعون. لا أريكم إلا ما أرى. شكرا يا دكتور. في سؤال أخير بس لو سمحت.
أنا الحين شغال في نفس المشروع هذا استشاري، وبالنسبة لبرنامج الجدول الزمني إنه الكلاين طلب إنه يحط الجدول الزمني من ضمن مستندات العقد، وتم التوقيع عليه يعني من ضمن مستندات العقد. في الحالة دي هل يحق للكلاين العميل إنه يطلب عمالة زيادة ومعدات زيادة زي ما الحين النقطة اللي ناقشنا فيها ولا لا؟ والعقد ما في دقاء غير في دقاء. انت مستخدم عقد فيديك ولا عقد لا. زي الصوره اللي انا وريتك هي حقت السياره اللي انا صممتها؟ الصوره اي الصوره. طيب خلاص، هذه واحده. فرق بين انه اصبح مستندا في من مستندات العقد الى تدخلات المالك فيه. هو احد قال انه لانه اصبح من مستندات العقد فبالتالي انا اتدخل فيه كمالك، هذا من الأخطاء اللي الناس بيتابعوها. هذه واحد. الشيء الثاني الوقت هو مصدر أساسي من مصادر المقاول، مثل عمالته ومعداته وأفراده. الوقت حق من حقوق المقاول مطلقا، لا يتدخل فيها المالك، وإذا تدخل فيها أنا بكلمك على فلسفة صناعة التشييد، وإذا تدخل فيها أحد سلباً فحق المقاول يبقى في التعويض. لكن تقول لي مين؟ فرعون اللي عندكم ولا حتشبسوت ولا ماني عارف مين؟ شكراً يا دكتور. أقول لك مهندس يونس، أنا بس معلومة يعني لزملائنا في مصر، إنه عدد الأهرامات في السودان ضعف عدد الأهرامات اللي موجودة في مصر كعدد وليس كأحجام. سمعت منك المعلومة دي، طبعاً أنا برضو في موديول زيرو كنت معك. طيب كويس. بتوعنا نروح ناخدهم يا دكتور ولا إيه؟ غير الحدود نزلها تحت شوية، هتدخل عندكم 200 ما هي كانت كده زمان يا دكتور. كانت كده زمان، سبحان الله. كنا حاجة واحدة احنا في السودان. الحمد لله. شاكرين ليكم جميعا، شاكرين ليك يا دكتور نبيل، شاكرين ليك يا باشمهندس ماجد، شاكرين لزمايلنا المهندسين معانا في المحاضره، شاكرين لزمايلنا على لينكدين واليوتيوب والفيسبوك. يعني جينا لاخر المحاضره النهارده، فاضل لنا يعني قبل رمضان اخر محاضرتين مجانيتين في موديول 6 وموديول 1 يوم السبت ويوم الاحد اللي جاي باذن الله الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. ويمكن احنا تأخرنا شوية في إعلان أسماء المنح، وأنا شايف مهندسين ضغطين علينا، يعني أنا ما كنتش متخيل إن المهندسين بتبقى مستنية نتيجة المنح كده. أوعدكم إن شاء الله إنها بكرة نحاول نعلن عنها على صفحتنا على الفيسبوك ولينكد إن. معادنا يوم السبت والحد اللي جاي، يوم السبت المهندس ماجد، ويوم الحد معانا مهندس ماجد ودكتور نبيل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.